مرحبا صديقاتي وأصدقائي الأعزاء ببرنامج الجهر بالإلحاد، وحلقتنا راح تكون اليوم عبارة عن حوار مجتمعي بين الكفار. واليوم فكرت أنه نتكلم عن وهم الإله. يعني إحنا أكيد أنا قدمت لكم كثير حلقات عن الصحابة، التاريخ الإسلامي وهي شغلات، وحبيت شوية أغير. وطبعاً الأخ جاني شوية مشغول ما موجود، فاقترحت عليه أسوي حلقة حتى لا تصير عندنا، يعني ليس عندنا فراغ بالقناة، والناس أصدقائنا همنا يتابعونا يكونون معانا دائماً. ففكرت أعمل هاي الحلقة. طبعاً أرحب بجميع المشتركين معانا اللي موجودين مشاركين معانا، يعني اللي أشوفهم كاهنة، أحمد صالح، عندنا مستر بلاك، يعني الأخوة الآخرين اللي دخلوا همين، أرحب بالجميع. وطبعا ويانا أصدقائنا ويايا جاي يساعدوني المستر بلاك ونسرين وبراندي، مشكورين إذا يساعدوني في يعني يبعثوا لي الأسئلة. وإذا كان عندكم أسئلة في السكايب أكيد راح نخصص الوقت الثلث الأخير للإجابة عن الأسئلة. وكذلك إذا أحد عنده اتصال، وأنا خليت يعني السكايب فقط حاطه يعني إذا أحد يريد يتصل، وبينما الأسئلة تقدرون تبعثوها على سكايب الأخ براندي أو الأخ مستر بلاك اللي عنده إياه أو نسرين. طبعا خلوني أرحب، يعني أنا تمنيت بعثت يعني الرابط لعدة أصدقاء واللي وعدوني أعتقد ثلاثة لحتلان، بس حضر منهم الأخ قيصر. خلينا نرحب به بالبداية وبعدين نتعرض إلى الأسئلة. أهلا بك صديقي قيصر. مرحبا، أهلا وسهلا حبيبي، شلون أخبارك؟ أتمنى تكون بأحسن حال، وتحياتي لك لبرنامجكم ولأخونا جان، وأتمنى تكون اليوم حلقة جميلة نستمتع بها ونتبادل آراء وأفكار. أكيد أكيد، يعني إحنا نتمنى بقية الأخوة همينة يكونون ويانا حتى يصير فعلا حوار مجتمعي. وأنا أصلا قصدت بها حوار مجتمعي، أقصد حتى اللي موجودين معنا بالتكست يقدروا يتحاورون ويانا من خلال الاتصال والإرسال الأسئلة. طبعا راح نبدي أخ قيصر، بداية نتطرق، يعني طبعا هذا المجتمع اللي احنا عايشين به أساسه مرتكز على هذا الإله وعن رغبات هذا الإله، ما أعرف إلى متى يعني احنا نبقى مأسورين بهذا الإله وبرغبات هذا الإله المختلفة من عدة آلهة مختلفة. حبيت أول شيء تكلمنا أخويا قيصر، ما معنى كلمة إله؟ نعم أخويا أبو الحكم، صراحة هي هذه الفكرة مثل ما نعرف إحنا أنه هي فكرة قديمة عند البشر. أنا برأيي أنه يعني بدايتها أو بداية وجود هذه الفكرة هو يعني حاجة البشر لفد مظلة كبرى. يعني أنا أعتقد أنه كل البشر بمرحلة طفولة البشرية آمنوا بقوة خفية معينة
تقف وراء حصول الأشياء التي يجهلون مسبباتهم. هذا طبعا شيء مسلم احنا نعرفه. في البداية كان التفكير عن وجود قوة خفية غير معروفة الكونية ما هي بالضبط. لاحقا صار تطور معين إلى التجريد، لأنه يحاول الإنسان أن يعمل نوع من الإسقاط من كيانه هو كوجود، ويحاول يوجد شيء أكبر أضخم أعظم هو المسيطر والمتحكم في كل شيء، هو الفكرة المثالية المطلقة. فخلق أو صنع فكرة الإله. لو راح يلتحق بنا الأخ كفاح كان حيشارك عند أكيد الكلمة الشائعة عن من أنه الأخ ليو، الأخ كفاح، الأخ أحمد حرقان. أنا صراحة دزيت العدة أشخاص قصدي وضافهم من أنه هو يحكي لك عن التاريخ، أنه يقول لك هو محق بهذه الكلمة، أنه نحن في بلاد وادي الرافدين نحن من صنعنا الإله، يعني من صنعنا الله. نقصد بها أنه إحنا الحضارة الإنسانية المكتوبة الموثقة تقول لنا أنه أول ما بدأ التفكير بوجود الإله هو في حضارة وادي الرافدين، حضارة السومرية والبابلية، وربما هناك امتداد يسبقها تاريخي. يعني هذه الفكرة العامة أنا أعتبره أنه هو عند البشر المظلة الكبرى، ربما هو الحاجة إلى الأبوة. الطفل الصغير يولد يحتاج إلى رعاية أبويه ويبقى عاشق هذا الشعور، الشعور بالأبوة. عندما يكبر وينضج لا يريد أن يفقد هذا الشعور، فيحاول أن يعطي مفهوم أوسع من عنده وأكبر. لكن هو كرجل كبير وناضج وتوفي والده، يصبح من الصعب تمثيل نفس الشعور عندما كان طفل، فيبحث عن شيء أكبر وعن فكرة الأبوة أعم، فيخلق هذا الآله الأكبر اللي هو راعي إله وللكون وغيره. فهذا بصورة يعني شعور مختصرة. متجذر هذا الشيء، صح؟ يعني أنت إذا 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 يعني إحنا إذا نرجع إلى نسأل سؤالنا، أنه أولاً أيهما أكثر أصالة؟ يعني أنه هل الإنسان وجد كما يشاع كلمة أن الفطرة تميل إلى الإيمان أم إلى الإلحاد؟ الإلحاد أنا أشوف أنه هو الأقدم عند الإنسان، لأن الإنسان عندما يولد على فطرة الإلحاد. طبعا هذا ينطبق على أول إنسان عاقل أنا أعتقد، ليس فقط على الطفل الذي يولد اليوم. الطفل الذي يولد اليوم لا يعرف شيء عن أي شيء، لحد عمر سنة ربما لا يؤمن بوجود الأشياء، ما لم يرى أشياء أمام عينه. بعدين نحن نلقم هذه الفكرة ونعلمها، فتصبح فد مسلمة عنده من الصغر ويكبر وينشأ عليها. هي طبعا فكرة شائعة قديمة بين الناس، مختلف الحضارات، مختلف الأعراق البشرية توجد عندهم هذه الفكرة بأشكال مختلفة. فأنت تسألني متجذرة، قصدك أنه تاريخيا؟ إيه نعم، تاريخيا هي موجودة من بداية التاريخ، من بداية ما عرفنا أن هناك تاريخ مكتوب وجدنا هذه الفكرة، لا نستطيع أن ننكر هذا. لكن أبعد وأقدم عند الإنسان القديم وغيره، نعم كان ينظر إلى أشياء مقدسة، لكنها ليست بتطور فكرة الآلهة عند بداية الحضارة البابلية والسومرية والفراعنة والآخره. كان هنالك آثار مثلا للإنسان النايندرتال أنه يحتضن جمجمة خنزير، كان ربما يقدس هذا الكائن أو غيره من الأشكال البدائية للعبادة. فهي فكرة موجودة، فكرة موجودة عند الإنسان منذ القدم، لكن هذا لا يعني صحتها. وراح نمشي شوية يمكن احنا لاحقا في نسلسل بالكلام حتى نبين طبيعة هذه الفكرة وشلون تطورت، تعدد الآلهة، وحدة الآلهة، ربط وجود الآلهة بالسببية، هل الإيمان يفسر شيء، هل يساعدنا في شيء في الحياة إلى آخره. شكرا على هذا الوصف الجميل أخويا قيصر. طبعا أنا كثير يعجبني يعني لما تدخل إلى عمق المسائل، يعني تدخل بيها في فلسفة مع العلم، يعني عمرك صغير ما أعرف شو كنت اكتسبت هذه الخبرة. يعني أنا معجب بهذه العقلية اللي عندك صراحة دائما، لأن اللي يعجبني أكثر أنه أنت بعدك شاب صغير يعني، وداخل إلى عمق الفلسفة الإلهية أو العلم بصورة عامة.
أشكرك أشكرك أخي أبو الحكم، أنت أخونا الكبير ونتعلم من عندك. حبيبي حبيبي. طبعا الكلام اللي انت قلته صحيح 100%، انه الاله هذا يعني من القدم هو موجود قديما بالحضارتين اساسا، يعني اولها حضاره وادي الرافدين وحضاره وادي النيل، فموجودين بالاساس من القدم. هذا كلمه إله عندهم موجود، وهذا الشيء أنا ممكن أفسره قديما إنه الإنسان كان جاهل ومخه كان ما متطور، ولكن الآن كيف يتبعون هذا الشيء، هذا اللي أني صراحة اللي يجعلني في استغراب، على الرغم من التطور الهائل بالعلم، ولكنهم يبقون متمسكين بهذا الإله وهمي. طيب أنا حبيت أتطرق إلى نقطة أخرى، يعني متى فكر الإنسان بالإله أول مرة؟ يعني شو وقت يعني الإنسان فكر أنه الإله موجود وقدمه بالضبط، وأقدم شيء يدل على الناس فكروا بالإله، وهل موجودة طقوس معينة سووها مثلاً؟ بالحكم أنا ربما إذا أشوف هذا الموضوع من ناحية تاريخية، أنا قدمت هسه شوية أنه في مرحلة الإنسان القديم، في مرحلة الحضارات البدائية الأولى، حكيت أنه تقريباً شلون بدأوا يفكرون بشكل عام. لكن أنا اللي بعض الأحيان أفكر في سؤال، أنه أيهما كان أسبق، هل هو تعدد الآلهة أم وحدة الآلهة؟ أنا اليوم أشوف، راح نجي لها أكيد. راح اشوف هذا الموضوع بعدين سابقا، لكن بالنسبه لي انا اشوف انه هي قضيه الايمان بحد ذاتها فكره تستند الى العاطفه والخيال والحاجه الى، مثل ما قلنا، اب او منظم، مظله كبرى تحمي الانسان، صمام امان يلجا له عندما يفكر بان هذا الكون عشوائي متضارب بحاجه الى منظم. عفوا اوضح سؤالي، عفوا المقاطعه، اوضح سؤالي اكثر اخ قيصر. انا عاوز اعرف يعني من يعني اكيد لقوا سكلت جماجم، لقوا قديما لأناس كانوا عندهم طقوس او عبادات او شيء، اريد اعرف مدى يعني اقدم شيء لقوه. يعني يعني تاريخيا في أحافير الإنسان القديم في الكهوف، في أفريقيا، في المناطق اللي مثل ما نعرف إحنا رحلة الإنسان البدائي القديم، أنه هو خرج من أفريقيا تقريبا حسب ما شاع علميا، أنه هي منطقة إثيوبيا وعبورة باب المندب نحو الجزيرة العربية، جنوب الجزيرة العربية وانتشارها شمالا. وجدت الآثار كانت هي عبارة عن إشارات تلقاها رسوم في الكهوف وغيرها، تدل على أنه كان دائما الإنسان يبحث له عن معبود، عن أيقونة مثالية يتوسل إلها بسبب حاجته إلى مقوي إله، لأنه هو يشعر دائما في ضعف، أنه هو كائن ضعيف، لكنه نفس الوقت هو كائن واعي، يعي كيانه، يعي وجوده، وهذه هي ميزة الإنسان، أنه لديه وعي بنفسه بذاته، فيريد أن يسبغ، أن يوجد نوع من الأمان والاستمرار لبقائه، فيعرف أنه هو بقدراته الذاتية هذه غير قادر على النجاة، خصوصا أن احنا نعرف أن الإنسان القديم في ذلك الحين كان عمره قصير بسبب الأمراض اللي كان يمر بها وسهولة موته، المخاطر اللي كان يتعرض لها، مخاطر سواء كانت الحيوانات المفترسة، الطبيعة أو غيرها. هذا الضعف ولد هذه الحاجة إلى أن هنالك شيء أو كيان أعلى يحميه. بعدين التوسل في طلب الرزق، كان طلب الرزق صعب، الحصول على الطعام والمأوى وغيره صعب، النجاة من هذه الكوارث الطبيعية كان شيء مهم إلى الحياة.
فبدأ يفكر مثل ما قلنا بهذه الفكرة، ولقينا النقوش ولقينا رسوم بسيطة. الأبحاث في هذا الموضوع مو جدا دقيقة. قصدك بحضارة وادي الرافدين وادي لا قبلها، قبلها أنا أقصد يعني في مرحلة الإنسان الفراعنة. البدائي القديم. لا الإنسان البدائي القديم، اها اوكي. الإنسان البدائي القديم، لكن في حضارة الوادي الرافدين كانت الفكرة أكثر تطورا. عندنا آلهة الأنانونكي، آلهة السبعة، الآله العظيم، وقصتهم كيف انه هو كان هنالك آلهة وآله فوقهم الأعلى وهم مثل الخدم، ووضع عليهم أعباء ثقيلة وكانوا بحاجة أن يتخلصوا من هذه الأعباء، اشتكوا له، قام بخلق الإنسان لكي يحمل العبء عن هذه الآلهة، وقصة طويلة نلقاها في الأحافير السومرية أنه كيف كان غضب عليهم الإله، قصة الطوفان وغيره. في مصر كان الآله المعبود الأعظم هو الشمس حسب معلوماتي، بس بدايتها مثل ما قلت أنه هي من هناك، يعني من وادي الرافدين هي بدأت. وحتى بعدين الآله الإبراهيمي اللي أخذوه اليهود وتفرعات الديانة اليهودية اللي هي المسيحية والإسلام بدأت من هناك، تأخذ هذه الفكرة توثقها وتطورها على مدى تاريخ طويل لمدة 3000 السنين، ولدينا هذه النسخ اليوم المنقحة التي نراها أمامنا. فتاريخ طويل لهذه الفكرة أخي أبو الحكم، تاريخ طويل. أخ قيصر، طبعا هذا الشيء ذكرني بأحد الحلقات، استضافني الأخ رياض، وكان بوقتها احنا نعرف الأخ رياض متحول، مرات يصير ملحد ويرجع لا ديني ويرجع ملحد ويرجع لا أدري. المهم ويا الدولار، ويا الدولار رياض. ذيك الفترة، يعني أنا يعني تقريبا وحيد، والأخ جان وكنا يعني مع جماعة من اللادينيين داخلين في هذه في هذا المعترك. فهو راد يثبت لي عن وجود الإله، وذكرني بالإنسان النياندرتال وشلون كان يتعبد وعنده طقوس، ليش هذا الشيء، منين إجا. طبعا أنا وقتها يعني جبت له مثال، وممكن أعيد المثال شوية لتوصل الفكرة لإخوتنا المشاهدين، أنه فرضا في مناطق الأمازون، نقول يعني ناس ما عندهم الآن اختلاط بالمجتمعات المتحضرة، فرضا إذا إجا عليهم هليكوبتر مثلا، وإذا هذا الهليكوبتر رمى عليهم صواريخ مثلا موجهة وصارت تحرق الأشجار وبأطرافهم أو أحد مات، فهم أكيد راح يعتقدون أنه هو هذا الإله، يعني راح يتعبدوا له ويمكن يسجدوا له للهليكوبتر على اعتباره أنه الإله، وإذا نزل الهليكوبتر راح يتمسحون إيدهم عليه. هو هاي المشكلة، الإنسان يعتقد دائما أنه قديما في انه في قوه خفيه، لما يشوف الرعد البرق يعتقد انه في اقوى حاجه اقوى منه، لانه هو بطبيعته ضعيف، الانسان بتفكيره محدود وضعيف، ويشوف نفسه صغير في هذا في هذه الكره الارضيه والكون اجمع على مود هذا، يعني يجي التفكير التعبد. هنالك فكرة، يعني فكرة مثال أقرب تاريخيا، عندك سكان أستراليا الأصليين في الحرب نعم العالمية اللي كانت بين أمريكا واليابان، الطرفين الأساسيين فيها ثاني، كانوا تنطلق من هناك الطائرات الأمريكية من أستراليا تقصف اليابان، فكانوا يرمون للسكان الأصليين طعام، بعدين فظنوا السكان الأصليين أن هذا الإله يمدهم بالطعام، فقاموا يقومون بيفكرون بانه هذا يعني فشي جاي من الرب، بحيث انه من انتهت الحرب حزنوا كثير، ويعني ظنوا انه الاله غضب عليهم وقطع عنهم المساعدات، لان هم كانوا بشر بسيطين في تفكيرهم. فهذا مثال جدا قريب، يعني قبل كم عشرات السنين، يعني فكرة حقيقية وواقعية من بس أنا جبتها كمثال، ولكن النقطة اللي أنت ذكرتها يعني تأكد الكلام اللي نقوله، أنه الإله يعتقدون الإله بعث لهم طعام، صحيح. طيب نتطرق إلى نقطة أخرى
يعني انا تمنيت اصدقاء المشاهدين انه يعني الاخ كفاح والاخ ليو يكونون، يعني لانه وعدونا انه راح يجون، بس ما اعرف شنو السبب. يعني طبعا اتطرق الى نقطه اخرى اخويا قيصر، ليش لماذا الاله، لماذا البشر يخاف من الاله؟ شنو السبب اللي يخليه طول الوقت خايف من هذا الإله؟ أنا في تصور إنه هي الفكرة اللي لأن إحنا اليوم لما نفكر في البشر وإنسان إنسان اليوم، شوف أنت إذا ترجع في أصل الفكرة مثل ما شرحناها قبل شوي، إنه هو الإنسان القديم كان يعتقد إنه المشاكل هذه والعوارض الطبيعية، الكوارث الطبيعية كان سببها غضب الإله. بعدين توصل إلى فكرة تدريجية، يعني حتى في حضارة وادي الراف في دين وآله الأنونكي وغيره، لما غضب عليهم كما مسجل في الالواح السومريه، انه لما غضب عليهم قدموا له نوع من الرشوه، هي كانت اعتقد السمسم وهيك اشياء بسيطه حتى يشيل الغضب عنهم وما يعاقبهم العقوبه اللي كانت مقرره انه هو يمحيهم. فيما بعد حتى سابقا وقبل هذه الافكار، كان دائما حتى الإنسان القديم أقصد قبل كان يعتقد أنه لما تحدث كارثة بسبب أن الآله غاضب عليه، يقوم بتقديم العطايا إليه والتضحيات إليه. وهذا شوف السبب، أنت في كل الأديان هنالك فكرة التضحية أو تقديم الـ حتى في الديانة اليهودية كان هنالك الدم، ولو هو الدم مربوط بقضية أنه التخليص من الخطيئة، لكن كانت التضحية والضحية ولحد اليوم هذا هي موجودة، تقديم القربان والضحية. نعم إنسان أنه الآلة سوف يغضب عليه، الآلة يريد منه أن يسير على فد خطة يعني معينة يخاف من مسار العقاب، معين، يخاف من العقاب يعني. يخاف أكيد من عقاب الآلة من ناحية، ومن ناحية ثانية يطمع في ثواب الآلة هذا، لذلك هو يلتزم بتعاليمه، يقدم له مثل ما قلنا القربان، ويؤدي الأعمال الجيدة اللي الآله يرضى عليها. هو بسببين، هو أول الخوف طبعا، والطمع في المردود الذي سوف، يعني المكافأة التي سوف يعطيها له الآله في الآخرة أو نعم. حتى في الدنيا. حتى في الدنيا يعني مثلا الخصب والنماء، فكرة الخصب والنماء أنه كانت في كثير من الأديان هنالك طقوس، أنه أنت تقدم الصلوات، او حتى في بعض الديانات والمجتمعات ممارسة الجنس على في الارض والحقول، حتى يصير هنالك خصب ونماء او تقديم الذبائح وفجران الدم حتى تحصل على الخصب، لانك بحاجة الى المحصول كي تعيش. فاعتقد هذه هي الاساس. لكن في اديان اليوم الابراهيمية الفكرة شوية اختلفت، تطورت اكثر. اعتقد نرحب بالاخ ليو. أكيد، بس نخلص نقطتك أكيد راح نرحب بي. في أديان اليوم القضية تطورت أكثر كثير، نشوفها أنه صار الآله هذا يتدخل في أدق التفاصيل. في الحقيقة أنا برأيي أنه هي كل الشرائع لما أتت في كل المجتمعات هي عبارة عن تقنين للعرف اللي موجود في هذه الشرائع، لكن كل المجتمعات لما، يعني أنا اليوم أعرف أنه في القانون لكي تصبح القاعدة القانونية قانون ولها قوة لازم أكو عقوبة على خرقها، يعني لا تجد هنالك قانون بدون عقوبة وإلا ما حد راح يحترم هذا القانون. فأتصور أنه في كل المجتمعات حاولوا تقنين هذه القوانين ووضع احترام وهيبة لها عن طريق إسباغ القدسية على مصدر تشريع هذه القوانين. فلما تعرف أنت أنه حتى لو ما كان هنالك عقاب دنيوي قريب راح يمسك لان انت اخطات وخالفت القاعده الاخلاقيه مثلا المجتمع يريد يرسخها، فهنالك عقاب اخروي. الفكره بعدين تطورت صار مزدوج، انه انت تعاقب عقاب دنيوي واخروي نفس الوقت. فهي هذه في المجتمعات الحديثه انا اشوف، طبعا اقصد الحديثه اقصد كم الف سنه اللي ورا، ليس حديثه اليوم، كان هو هذا الاساس انه الآله هو الحارس او الراعي للمنظومه الاخلاقيه، اذا خرقتها سوف تتعرض الى العقوبه، واذا اتبعتها سوف تحصل على الادفانتج او المنافع.
أكيد أكيد. طبعا نرحب بأخونا ليو، يعني راح ينورنا الحلقة مثل ما يقول، يعني الحلقة أكيد راح تكون أجمل إذا فيها ليو، وأيضا إذا حضروا بقية الأصدقاء. نرحب بك أخونا ليو بداية. تسلم حبيبي، ومرحبا ضيفك الكريم. أنا صراحة كنت أسمع واستمتع، وقلت يا ريت يا ريت يكون هذا مسجل الكلام كله، لأنه أفكار جد قيمة ونحن نستمتع الكل بالمشاركة بها. أنا طلبت من أحمد والشباب، كنت معاهم في مباشر، عندي دقائق ما كنت معاهم، طلبت معاهم ممكن يحضروا معنا الحلقة على كل. نتمنى الأخ كفاح من، نتمنى يكون معانا موجود. وأنا صراحة تمنيت أخويا رياض أيضا يكون موجود، لأنه هو من عنده يعني أفكاره، وعنده يعني كمية معلومات أكيد راح تفيدنا بالحلقة. طبعا ومنها من طبعا نقول للأخ جان إنه مكانك فارغ، ونتمنى أنت تكون ويانا أو إحنا نكون وياك، ولكن أنا أحاول أسد الفراغ اللي أنت تركته، ولكن أعتقد إنه صعب، لكن أحاول نظهر على أصدقائنا وما نتركهم فترة طويلة بدون ما يشاهدوا حلقاتنا. طبعا أخويا ليو، طبعا يجي السؤال راح أوجهه إليك الآن، ما العلاقة الحقيقية مع الإله؟ يعني شنو كيف عمليا هذه العلاقة تتكون بين البشر والآله؟ حبيبي، احنا الان على الهواء؟ نعم اكيد. انا مكتوب اوف اير. اوكي، مش مشكله، اذا ممكن نعود الحلقه ونستمتع بكلام حبيبنا. نعم، اليوتيوب شفته، انت موجود معنا طبعا باللايف. اوكي، رائع 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 رائع. بالنسبه لفكره الحاجه للاله، هذا هو السؤال في حد ذاته. هذا هو سؤالك حبيبي. العلاقة يعني ما حقيقة هذا الاتصال بين البشر والإله؟ يعني نقدر نقول كيف مثلا أسباب التكون، إذا تقدر أنت تزيد أخ قيصر هم نتكلم عنه، لكن أنت تقدر تزيدنا ببعض المعلومات أيضا. تمام، هي بالذات هذه هي فكرة الحاجة للإله، لأنه في الحقيقة إذا أخذنا الإله كتفسير فقط للكون وكشرح كمسبب، ندخل في ما يسمى بالبسودو ساينس، معنى أنه نأخذ قوة نعطيها أي اسم، نعطيها مواصفات، ثم نجعلها مسبب لكل ما لا نفهمه. بالنسبة لي، فكرة الإله وعلاقة المؤمن بفكرة الإله هي فكرة عاطفية أكثر من فكرة منطقية في الحقيقة، أو فكرة استفسارية. هو في حاجة ماسة لتبرير، لأمور عاطفية، لخوف، لرجاء. هذه كلها عواطف وأحاسيس في الحقيقة، لا علاقة لها بالفكر، ولا علاقة لها بالتسبيب، ولا علاقة لها بشرح الكون. هذه أمور ثانوية، تأتي ثانوية للإجابة عن العقلانيين، للإجابة عن الملحدين، لما نعطيهم تناقضات أو وجود كهذا، يقول لك البعرة تدل على البعير وبول البعير، ولا أدري من هذه الأمور. يدخل في التفاصيل لاستفسار ولشرح سبب الكون، لكن في الحقيقة هو في حاجة لهذا الإله. وكما الطفل يحتاج البابا نويل في مراحل من حياته، كما نحتاج أن نخاف من الغولة أو أمور كهذه، نفس الفكرة. هي حاجات، حاجة لشرح ما بعد الموت، حاجة لاستفسار لماذا يحدث لي كذا وكذا، كأنه الدمية اللي يتعلق بها الطفل الصغير ويتكلم معاها ويرمي فيها عواطف وحاجاته. الإله يعمل نفس الدور، يا ربي لماذا كذا وكذا، يا ربي يا ريت تعطيني كذا، أنا أتمنى كذا وأحب كذا.
هو يعمل هذا الفانكشناليتي، هذا الاحتياج للإنسان. إذا بالنسبة لي فكرة أنه نستعمل الإله لاستفسار ولشرح الكون أو كمسبب هي في الحقيقة هروب ثانوي أو لبس نعمله لإخفاء هذه الحاجة وهذا الضعف في المؤمن في الحقيقة. وذلك نرى أنه الابتعاد عن فكرة الإله أمر مؤلم، كلنا مرينا بطريقة أو أخرى لهذا الأمر، لأنه غرست في تمام، لأنه المسلم ممكن يظن أنه أمر سهل، عملنا طاك وصرنا ملحدين، وكأننا كنا ملحدين في القلب ولا أدري، والماسونية العظمى وكل أفكار الخرافية هذه. لا لا عزيزي، كنا مثلنا مثلك، نؤمنون ونصلو وتربينا بهذه الأمور، لكن أمر مؤلم جدا. لماذا؟ لأنه فكرة الإله تنغرس مع العاطفة. أمك تتكلم لك عن الإله وتقول لك لا تكذب، وربي وربي يعطيك كذا، وربي يحفظك، وتربط أصلا مع دعاوي أمك، مع طلباتها الحنينة، تصبح لك صورة عاطفية، سواء كانت هذه العاطفة حسنة مثل الحب الأمومي أو أمور كهذه، أو فكرة التخويف، الخوف أيضا عاطفة، فكرة أنك تخاف من العذاب، تخاف من عذاب القبر، تخاف من النار، تخاف من الإله الغضوب الحقود، أو أصلا فكرة المحبة في الموجودة في المسيحية، يسوع يحبك، يسوع الدلوع، يسوع هو لك، يطقطق على بابك، ينتظر منك، يسوع ينتظرك، يتمناك، كل هذه عواطف في الحقيقة. لأنه من يشغل دماغه أو من يقرأ النصوص الدينية بتفكير نقدي مستحيل أنه يربط أي علاقة بهذا الإله، سيراه كفكرة كفرضية ممكن تكون تظهر له جد سخيفة أو نوعا ما سخيفة، على حسب قدراته، على حسب معلوماته في الكون، على حسب معلوماته بما يحيطه، على حسب إمكانياته الثقافية والفكرية أيضا. المهم مستحيل أنه يرتبط عاطفيا مع هذه الفكرة من نظرة أنه مسبب للكون. أفضل دليل على ذلك، أنا أريد أن يظهر لي إنسان كان مرتبط على عاطفيا مع الدين أصبح ملحد، ثم قال آه أنا أظن أنه مسبب الكون وفكرة الديزاينر فكرة جميلة جدا. لن تجدها، لن تجدها، لأنه إنسان أصبح عقلاني ونزع العاطفة تماما منه، سيأخذ فرضية الديزاينر كفرضية علمية ممكن لها قيمة ممكن ليست لها قيمة، لن يرتبط بها عاطفيا أبدا، تراه ممكن يغير رأيه في دقيقة أخرى لأنه فرضية علمية فقط. لكن الناس اللي تجدهم التمسون وأخذوا بظوافرهم في فكرة الانتليجنت ديزاينر هم الناس اللي فهموا أن الإله الإبراهيمي خرافة وعندهم مشكلة مع هذه الفكرة، لكن ما زال متمسكين بوجود على الأقل قوة تحميهم، هذه الحاجة الضئيلة الأخيرة أنه فيه معنى لهذا الكون وفيه قوة تحفظنا وجعلتنا للحياة، تجدهم دائما بهذه العاطفة الأخيرة، ليس بدليل علمي أو بحوث علمية، تجد أولا يبتدئ بهذه العاطفة ثم يلتصق بالبحوث العلمية والأفكار مثل هذه. يعني كلامك ذكرني أخ لما تكلمت أخويا ليو عن الحزن، أكيد أنا كثير المسلمين يسألني يقول لي أنت يعني كيف أنه ما تفكر انه تدعو لهذا الاله او في يوم من الايام ممكن يساعدك. فعلا انا يعني لسببين رئيسيين اللي انا اللي فكره الاله عندي، يعني انا حزين لانه الاله غير موجود، ولكن لا استطيع ان اتمسك بالوهم. هو هذا يعني أساس الحلقة، إنه وهم، الإله هو وهم، أنا كنت أعتقد فيه طول حياتي، وكذلك كنت أفكر إنه ممكن هذا الإله ينقذني لما أصير في مشكلة معينة، أتأمل إنه هذا الإله راح ينقذني، ولكن هذه حالة نفسية، ما راح يقدر ينقذني إلا أنا أنقذ نفسي أو يجيني أحد ينقذني، يعني لأنه هو الإله ما راح يمد إيده ويطلعني من البحر إذا أنا غرقت مثلا، راح يموت الكافر والمؤمن وراح يموت الكل يعني. فكذلك الظالم، يعني أفكر أنه الظالم مثل هتلر، صدام، الأسد، بشار ابنه، الموسوليني، يعني ستالين، الأمثلة كثيرة، وعندك الأنبياء اللي
اللي سووا جرائم باسم هذا الاله، من ضمنهم محمد وموسى وكثير من الانبياء، سليمان، داود. المهم من اول الانبياء اللي يذكروهم لحد الان كلهم سووا عمل ومآسي والظلم، ولكن من ياخذ بحق هؤلاء الناس؟ لا يوجد من يحاسب هؤلاء. يعني انا حزين فعلا، اكون حزين انه هذا الاله ما موجود بحياتي، ولكن ما اقدر اضحك على نفسي. يعني اوهم نفسي انه هذا الاله موجود، هو حقيقه غير موجود. يعني مثل ما يقول، اتمسك بامل وهمي خيالي غير حقيقي. فلذلك يعني هو هذا الإنسان مشكلته دائما يحاول يتعبد لشيء يعتبره أقوى منه وممكن يغيثه بأي وقت، ولكنه لا يغيثه أبدا مهما حصل، مهما عمل خيرات ومهما عمل من شرور مش راح يمسه بسوء، مهما عمل من خير مش راح يكافئ، يعني لأنه أصلا غير موجود. أوصل إلى نقطة أخرى أخويا قيصر، حبيت أسألك إياه، سر اختلاف الآلية عند الشعوب. بمعنى يعني نلقي مثلا عبادة الهنود للإله بطريقة معينة، المسلمين طريقة معينة، المسيحيين، اليهود، البوذيين، عبدة البقر، الشمس، وإلى يعني كل هاي. ليش سر هذا الاختلاف؟ السر الحقيقي لهذا الاختلاف وما هو عمليا هذا الاختلاف؟ نعم أبو الحكم، بس خل أرحب بصديقي ليو ليث، ما التقينا يمكن سابقا، بس أنا أسمع له كثير وأحضر المناقشات مالته، ومن الشخصيات الرائعة والمثقفة، سعيد بحضوره معنا. هذا شرف لي عزيزي قيس، شرف لي. أشكرك، أشكرك حبيبي. أبو الحكم، مثل ما قلت لك أنه أنا أعتقد أن القضية هي لوكال، القضية هي نشأت في مجتمعات. أنت تعرف أنه سابقا ما كان العالم هو قرية صغيرة مثل اليوم، كانت المجتمعات منعزلة، ما حد يعرف أنه في بشر موجودين ربما على الطرف الآخر من البحر أو الجانب الآخر من الجبل، إذا كان عالي جدا لا يمكن تسلقه. فتشوف أن المجتمعات سابقا والحضارات نشأت منعزلة عن بعضها البعض، فحاولت أنه تطور فكرة الإله وتطور فكرة الديانات لوكالي، بشكل محلي في منطقة معينة. لذلك انت تشوف انت انه عاداتهم وتقاليدهم ممتزجة مع الطقوس التي يؤدونها. حتى في تجد في بلد واحد او ربما في مناطق قرى او كذا متقاربة، تجد هنالك اختلاف بينهم في هذه التقاليد. ربما أنا أنظر للموضوع كالآتي، مثل ما قلت لك أنه كل البشر مرحلة طفولة البشرية. هسه أنا شوية يمكن راح أروح على قضية هذه التعدد والوحدة، ترى الوحدة من أكثر أشكال التنوع للآلهة، وشفنا فكرة تعدد الآلهة ووحدة الآلهة. بس بداية قبل لا أدخل في هذا الموضوع، أحب أن أوضح أنه وإن كان اليوم مثلا الأخ المسلم أو المسيحي أو غيره، طبعا المسيحي في إشكالية الثالوث اللي هي أنا أعتبرها أكبر عملية نصب واحتيال فكري، ما هل هو آله واحد أم هو ثلاثة آلهة، الأب والابن والروح القدس، يريد يقنعك وأنا لا أقتنع يوما ما أنه هو ثلاثة أم هو واحد، لازلت لا أعرف. لكن نشوف أنه إحنا بغض النظر سواء كان هو واحد أو متعدد، تبقى الفكرة هي نفسها. أنت حتى لو جيت اليوم وقلت لي أنا إلهي إله واحد، أنت ليس أفضل بكثير من المتدين بالآلهة المتعددة، هي بس مجرد قضية اختلاف وتنوع ما بين فترات زمنية، يعني خلينا نقول مكانيا وزمنيا فقط، وهذا التنوع. لكن هي الفكرة في حد ذاتها، أنت لما راح تقول آله واحد، هي مجرد أنا أشوفها مرحلة تطور للعقل البشري نحو التجريد، لأن الإنسان لما نتطور مخه وعقله قام يجرد الأشياء، فدائما قام يجد قضية انتقل من مرحلة التعدد الآلي إلى الواحد.
لكن هم البشر عموما في طفولة البشرية آمنوا بقوة خفية تقف وراء حصول الأشياء ومسواتها. كان البشر الخارجين مثل ما قلت لك في بداية الحلقة من أفريقيا هم جماعات متفرقة تعيش على الصيد وجمع الثمار، بدأت بصنع صنمها والآله الخاص بها، يعني كل مجموعة بدأت تصنع الصنم والآله الخاص بها. ومن ماذا؟ تجدهم من مواد القريبة عليهم التي يستخدمونها، فبدأوا يصنعون الآله من الخشب وآخر من الحجارة وآخر من الطين إلى آخره. لاحقا ولكون الإنسان اجتماعي يعيش في مجتمعات منظمة طبعا بشكل هرمي، إذا تلاحظ كل المجتمعات البشرية، فجنحوا إلى ماذا؟ إلى تطبيق تسلسلهم الاجتماعي. أنا مثل ما قلت لك سابقا هي عملية إسقاط للأنا البشرية على هذا الكيان الأعظم الأكبر اللي هو الآله، فطبقوا تسلسلهم الاجتماعي على آلهتهم. قيصر صح؟ يعني المصالح من تربطها مصالح الأشخاص والأنبياء، الأنبياء اللي يجون كل واحد عنده مصلحة خاصة يكون الدين على مزاجه. يعني هذه خلينا نقول في مرحلة متقدمة كثيرا لما جاء النبي وبدأ، قلت لك مثل ما حكيت قبل شوي، أن يقوم بعملية تقنين للعرف الموجود في المجتمع ويعطيه الصلصة. جميع الأديان الحالية أيضا، يعني من بدء نقول من ظهور الإنسان لحد الآن لحد يومنا هذا، في على الأقل 4,000-5,000 عبادة ودين، فدول كلهم مختلفين طبعا. طبعا أكيد مختلفين، وقلت لك أنه حتى هذا التجريد البسيط جدا ما بين التعدد الآله ووحدانية الآله تلقى بي، يعني أكثر الديانات مثلا الإبراهيمية، أشوف الديانة الإبراهيمية هي أكثر ديانة تتفاخر بالوحدانية، لكن تلاحظ أنه فكرة الوحدانية غير صامدة فيها، فكل ديانة منها تختلف عن آله الديانات الأخرى بالصفات والماهية. فتجد مثلا كوصف عام آله اليهود تحسه ملك والشعب اليهودي هم الرعية، آله المسيحية تلقاه الأب ومتبعي المسيح هم الأولاد، آله الإسلام تلقى هذا الدكتاتور المستبد الفحل الشرس هذا الذي يقتل ويضرب. نأخذ الديانة اليهودية الأصل من عندهم كلها، لم يكن يهوه آله واحد، بل كان الآلهة لكن كبير الآلهة وأفضلها. فإذا أنا أسمع مرات لباحث عراقي أعتقد مقيم في هولندا خزعل الماجدي، أعطاه اسم الآله الفرداني، أي الآله المحلي الذي يخص اليهود وليست آله واحد، حتى الآله هو كان كبير الآلهة. فهذا وقلت لك هم يعني قبل شوية أنه حتى عند بدأ هذا التدرج يطبقون الناس تسلسلهم الاجتماعي على الآلهة، فالآله الأكبر صغير فالأكبر فالأكبر وصولا إلى كبير الآلهة. هذا نشوفه المثال واضح في الآلهة الإغريقية مال زيوس، الآله كان له خدم وحواشي، حتى بآلهة حضارة وارد الرافدين مردوخ وزملاء آتون في الديانة المصرية. صحيح الأساس الدين اليهودي مأخوذ من الحضارة السومرية. أكيد أكيد 100%، هي عبارة، هي في فترة السبي لما راحوا اليهود سباهم نبوخذ نصر، فترة السبي هم طلعوا على الحضارة السومرية والبابلية والأفكار بخصوص الآله، وقاموا بعملية يعني عملية تحوير إلها وتسخير إلها لكي يكون دافع معنوي فيما بعد. تعرف كل شعب يحتاج لهدف أعلى أسمى حتى يقدر ينفذ يقدم إنجازات، فخلوا هذه القصص خلالها في بعد تاريخ إلهم صنعوه حتى يقدرون ينطلقون من عنده ويكون عندهم هدف أنهم الله اللي داعمهم ونبي جاي. يعني حتى قصة موسى تعرف أنت هي مأخوذة من هذه الحضارة باختلاف الاسم، والهدف هو واضح أنه هو الدفع المعنوي، الشعوب دائما بحاجة إلى دافع معنوي إلى أيقونة كبرى. يعني حتى شوف العراق في زمن الدكتاتور صدام كان رغم سوءه هو كشخص وسوء إدارته وسوء أهدافه، لكن كان يحب أن يضع فد مبادئ كبرى لهذا الشعب حتى يخليه متعلق بها ويخليه مستمر يدعمه حتى يحقق أهدافه، فوضع لهم مبادئ القومية والعربية وغيرها. ستالين تلقى نفس النموذج، هتلر وضع هذا النموذج العنصري القومي.
وغيره. الشعوب دائما بحاجة إلى أيقونة كبرى تتبعها. فهذا تصوري أنا صراحة عن الموضوع. الجواب المختصر أنه هو بسبب المحلية، لهذا السبب هي مختلفة الآلهة والعبادات والطقوس من شعب وآخر. شكرا جزيلا على هذا التوضيح أخويا قيصر. الآن أنتقل أخويا ليو، وحبيت أسأله يعني كيف إحنا البشر كيف يقررون يسوون الإله خير أو شرير؟ يعني تشوف بعض الشعوب عند الإله يعني الإله خير وأيضا شرير، هل الأنبياء المدعون أو صاحب الديانات هم اللي ممكن يعني يقدرون يجعلون الإله خير أم شرير؟ هل له تأثير هذا الشيء الأشخاص اللي يدعون الديانات المختلفة؟ هل السبب الرئيسي أنه أما يكون خير أو شرير الإله؟ عزيزي، هي الإله مثل حالة الإسلام مع محمد، هو وعاء شخصي. البشر يسقطون على الإله خصائصهم، أفكارهم، تصورهم، حالاتهم، بنائهم الاجتماعي، ثقافتهم. ليس غريبا أن يكون فيه اختلاف في تصور الإلهات. ممكن أنه فيه إله مع كل بشر لأنه حيكون وعاء شخصي. والقرآن أو الكتب المقدسة هي تجسيد أو تصوير لإله لشخص معين فقط. القرآن يتكلم على إله محمد في الحقيقة، وإله محمد من؟ يمثل رغباته، يمثل حاجاته، مخاوفه، مطمئنه، صديقه، مزوجه، إلى آخر من كل هذه الأمور، وتراه يتطور معه في مراحل حياته. نفس الفكرة تنطبق مع أي مؤمن في الحقيقة. كل مؤمن له إله دون أن يعلم هذا الشيء فقط. هو له إله في سياق معين، ليس له إله هو مسجون بفكرة معينة بدين أو بعقيدة. فيهم من يتحرر من الأديان كلها ويصبح روحاني ويكون عنده إله شخصي لنفسه، لكن الفكرة هي في الأخير أن هذا الإله حيكون إسقاط للشخص في حد ذاته. وفي هذا الحالة فكرة أنه خير وشرير، صدوق، كبير، صغير، سميع، عليم، كل هذه المواصفات حتكون مواصفات بشرية حنسقطها على كيان في حد ذاته. إن وجد فهو أكبر منك ككل، وخلق مجرات وكواكب، إن صح هذا التعبير، مئات المرات أكبر منا. لكن نحن نتعمد أن نظن أنه يحب ويكره، علما أن الحب والكراهية علاقات، هم تفاعلات كيميائية في الدماغ. هل الإله له دماغ؟ هل له تفاعلات كيماوية؟ الإله الغيور أو المتكبر؟ ما معنى التكبر عند فكرة كبيرة مثل فكرة الإله؟ إلى آخر من هذه المواصفات. إذن بالنسبة لي في الحقيقة هو فقط تواصل ومحاولة إسقاط على صورة، على خيال عملناه لنفسنا لما نحس حد ذاتنا. لما أعمل شيء شرير أو شيء مضر أظن أن الإله غضبان مني، لأنه في الحقيقة ضميري غضبان مني. لما محمد يرمي الأعمى فهو يلوم نفسه في الحقيقة، يلوم نفسه بعدين لأنه ترك الأعمى ولم يعطيه قيمة، وهو في الحقيقة حزين لأنه لم يسمحه أصبح قريش. إذن ماذا يأتي إله محمد يعاتب محمد في حد ذاته؟ هو فقط كيان وإسقاط لنفسيات معقدة نرميها على الإله. حتى أنت يا مؤمن، أو لما كنا مؤمنين الكل، كانت عندنا نفس الأمور. أنت طفل صغير وعملت شيء مش كويس، تظن أن الإله غضبان عليك وتخاف. أنت اليوم فرحان أو خرجت من صلاة الجمعة فخور أنك أرضيت الإله، في الحقيقة أنت في نفسية جيدة. الإله سينطبع بنفسيتك وبحاجاتك، وستأخذ من القرآن ومن وصفات الإله ما يخدمك، ما ينطبق مع حالاتك النفسية في حد ذاتها. من يفكر في أن الإله غضوب وشديد العذاب لما يكون فرحان ولما يظن أنه عمل ماذا يعمل؟
من يظن أنه نعم حبيبي. أنا حبيت أتطرق مو من ناحية الأشخاص أخوي ليو، من ناحية الأنبياء نفسهم. يعني مثلا تشوف المسيح عنده دعوة سلمية، ما احنا ما نعرف هالدعوة السلمية متى كانت تستمر. محمد أيضا كان جاء بدعوة سلمية، ولكن هذا الشيء لا نعلم، وهذا شيء في الغيب يعني. ولكن مثلا بوذا عندك أو السيخ، ذولا كلهم دعواتهم سلمية، ولكن آخرين مثل محمد أو موسى أو سليمان أو داود، يعني توجههم أو تصورهم لهذا الإله شرير يعني. فأنا أقصد الأنبياء نفسهم كيف يشوفون إله يعني من ناحية الخير والشر. تمام، هم يدخلون في نفس الفكرة، لأنه أنا لما تكلمت على الأشخاص بصفة عامة أعطيت الشرح الشخصي والإنسان اللي يكون محصور في ديانة معينة. الأنبياء ممكن أن نقول هو مؤسس الديانة، إذن في الحقيقة هو حيكون إنسان روحاني حر في تصوره مع الإله ومع فكرة الشر والخير مع هذا الإله، وكل بطبيعته وكل ببيئته وكل بأفكاره الشخصية. وأنا بالنسبة لي هذا أفضل دليل على أن فكرة الإله فكرة شخصية وفكرة وهمية في الحقيقة. هذا أفضل دليل الاختلاف لهذه الدرجة في تصور الإله. كيف نفس الشخص أو نفس الكيان يخاطب محمد ويخاطب يسوع ويخاطب موسى بخطابات مختلفة، ثم يأتوا المفسرين ويأتوا المبررين ويأتوا أصحاب الكتاب المقدس ومفسرين الكتاب المقدس ويشرح لك أن ما فيه تناقض بين الناموس وبين العهد الأول والعهد الثاني والعهود المختلفة. إله يعهد ويخالف العهد ويغير العهد، ويأتي في القرآن يعطي أمور ثانية إلى آخره. ونضيف لهذا كل الديانات اللي تكلمت عليها الآن، أنه تراها دائما ابنة بيئتها، ابنة طبيعتها. بشرية الأديان لمن يبحث فيها بنظرية حيادية يجدها من أول فكرة، وهي فكرة الأنبياء. يرى الأنبياء كيف يتعاملوا، كيف كانت بيئتهم، ويرى وصف إلههم يراه مطابق مشابه 100%، ابن بيئة النبي الذي نزل عليه الوحي بين قوسين. غريب أن الأديان في كل مرة تعمل هذه العملات، ولما لا ينطبق أو يظن المؤمن أنه لا ينطبق مع بيئته، في الحقيقة ترى أن العبارة غامضة وقابلة للتأويل في كل المجالات. لا تراها مثلا صريحة، مثلا إله محمد يتكلم على الديناصورات، أوكي لا يقول كلمة الديناصورات، يتكلم على كائنات وجدت قبل محمد ويعطيها مواصفات واضحة وظاهرة، لن تجده. لكن في وصف بيئة محمد تراه واضح، يتكلم لك على المكة وبكة، ويتكلم لك على الحج، ويتكلم لك على المشركين، يكون واضح لأن المشركين ملموسين أمام محمد. هذا مثال فقط لكي يفهم الشخص أنه علاقة الأنبياء مع فكرة الإله الشرير والخير والمواصفات الإلهية علاقة وطيدة مع بيئتهم. ولما تظن أنه فيه تنبؤ أمر خارج من بيئتهم، فالحقيقة هو عبارة عن جملة مبهمة قابلة لأي تأويل، والمفسرين يستغلوها مرات ومرات ليحشوا فيها معانيهم الخاصة. شكرا لهذا التوضيح. عندي تعقيب أبو الحكم. تفضل حبيبي. أعتقد أنه هنا أنت لما تتحدث عن بالنسبة للنبي ما هو الخير وما هو الشر، ولماذا نبي محمد ونبي موسى كان شرير لهذه الدرجة، هو في الحقيقة أنت تشوف أنه تابع الحدث التاريخي، تابع التطور التاريخي الأحداث في حينها. مثل ما قلت لك سابقا أن اليهود كانوا يريدون أن ينشئوا لنفسهم كيان، كانوا بحاجة إلى دافع قوي مثل ما ذكرت وغيره. فشوف أن قصصهم كانت في هذه الحين تتحدث عن أن موسى هذا البطل، وكيف كان يقاتل العمالقة وغيرها من هذه القصص. فكنت بحاجة إلى قسوة، بحاجة إلى قوة، لأن أنت تعيش في حالة حرب وتحتاج. لماذا توثق التوراة هذه الأحداث كلها؟ لأنك بحاجة إلى أن تسرد لهذه الشعوب قصص بطولية قوية، وأنت الإنسان لديك دافع في السماء، داعم في السماء العفو، هو الذي يدعمك. لذلك كان الآلهة تصرف تصرفات شريرة وقبيحة، بأن يأمر نبيه أن يبيد قرية كاملة بأطفالها ونسائها وحيواناتها وغيره.
لكي يظهر جانب القوة والشدة. يسوع الدلو استخدم غير أسلوب مختلف جذريا نعرفه. محمد عادة لأنه أيضا لاحظ اليهود هم بدو مضطهدين شاعرين بالحقد والحنق على بيئتهم، وكانوا يريدون التوسع والدخول إلى الأرض الموعودة إلى غيره، استخدموا أسلوب العنف والقسوة. وكان الآلهة عبارة عن هذا يعني هذا الختم الذي يختم لهم التصرفات العنيفة. محمد أيضا كان في الجزيرة عايش في الصحراء، قبائل تحارب قبيلة تهجم على الأخرى وتسبيها وقتل. فأيضا كان هناك الله آله رئيس عصابة يأمر بالسبي بالقتل وبأخذ الغنائم وقتل الأسير وإلى آخره، ولا تأخذكم بهم رحمة إلى آخره. لكن مفهوم الخير والشر بعيدا عن هذا الإطار، مفهوم خير الشر في الحقيقة هي كلها مفاهيم بشرية، إنتاج بشري وليست مخلوقة، وليس لها وجود أو مصدر ميتافيزيقي. فهي مفاهيم نسبية مو مطلقة، على اعتبار أنه الله انطلق من تشريعاته بناء على شيء غير موجود خارج العالم المادي. لذلك تكون تشريعات الله بنفسها خاضعة للسلطة الأخلاقية البشرية وليست حاكمة عليها. من ناحية أو من مفهوم علمي صراحة، إذا تسألني تقول لي هل تستطيع أنت كعقلاني تؤمن بالعلم، تصدق بالعلم، أن تشرح للأخلاق؟ أقول لك العلم يتعامل مع الأشياء الموضوعية، أن الخير والشر ليست مفاهيم موضوعية، وإنما هي أنا أشوفها اعتبارات مفاهيمية لردات فعل ذاتية تجاه فعل أو ظاهرة أو حدث معين. يعني هذه ثنائية الخير والشر ليست موجودة في الطبيعة الموضوعية حتى يكون لها مثلا تعريف أو وصف علمي، هي عبارة عن إسقاطات ذاتية واعية وغير واعية على الواقع من منظور الأنا الفردية وربما نحن الجماعية، الجزئية التي تناسب وجودنا وبقاؤنا نحن البشر بشكل مباشر أو غير مباشر نسميها خير، والجزئية التي لا تناسب وجودنا وبقاؤنا بشكل مباشر أو غير مباشر نسميها شر. يعني كل الموضوع يصب في نفس المبدأ، ما يناسب وما لا يناسب إشكالية بقاؤنا. فإحنا صراحة حتى لما نعطي هذه الصفة وهذا مفهوم هذا للرب، هو مثل ما تفضل أخي لي، هي عبارة عن أنه إحنا نسقط ذاتيتنا احنا على هذا الرب، لان احنا من صنعناه، والنوب جينا نعطيه هذه المفاهيم الشر والخير اللي هي مفاهيم اصلا هي غير موجوده، هي نسبيه، هي نحن البشر من خلقها. هذا تعليقي صراحه على هذه النقطه. شكرا قيصر، شكرا للتوضيح. الاساس الاديان، انا راح اخذ الاديان الثلاثة اللي يقولون عليها إبراهيمية، عندهم الأساس أنه أنا والبقية كله غلط. يعني مثلا الكتاب التوراة يقول أنه أنتم شعب الله المختار، المسيح يقول ما تدخلون الجنة إلا من خلالي، لأنه إذا ما تعتقدون أنه أنا المخلص ما راح تشوفون الجنة. عندك محمد يقول كنتم خير أمتي أخرجت للناس، يعني الأنانية موجودة بجميع الأنبياء. وكذلك نجي إلى يعني فكرة أخرى، أنه الأديان كلها، أنا صراحة ما أعرف ليش يعتقدون موجود ثلاثة آلهة فقط، يعني اليهودية والمسيحية والإسلام أو الـ الصبية مثلا، أو إذا نقدر نقول عن الديانة الصبية. فأنا الصراحة مستغرب ليش هذه الأديان المختلفة اللي إحنا ماشيين عليها، وكل واحد بيهم يقول أنا الصح والباقين غلط، فلازم إحنا نشيل هذا التقديس عن فقط ذول الثلاثة أديان، لأنه أصلاً البوذي يقول أنا الصح والباقي غلط، اللي يعبد الشمس نفس الشيء، يعبد البقر، اللي يعبد الفار نفس الشيء، اللي يعبد الشمس أو اللي يعبد النار يقول أنا الصح والباقي كله غلط، وأنا مبعث من الإله. إيش معنى ذول اللي تعتبرهم جايين من الإله والباقي غير مبعثين؟ يعني فهي الفكرة الأنا موجودة بكل الأفكار الأديان. طبعا أعتقد التحق بينا
لا الأخ ليو غير اللوك، فكرت إنه التحق بنا شخص آخر. طيب أنا جاني سؤال. ممكن أعطي فقط ترجمة للمشاهدين، المكتوب هو أنه أن تبصر ليس أن تشاهد، أو أن ترى، البصيرة أعمق. أي طبعا أكيد أكيد. شكرا. جاني سؤال أخويا قيصر، حبيت أعرضه عليك، وفي أسئلة أخرى راح نعرضها على أخويا ليو همينة. الأخ مالك بعث رسالة يقول: سؤالي الأستاذ، من أين أتى ذكاء الإنسان، وهل الذكاء هو تطور بيولوجي، وهل ستصبح القرود ذكية بعد ملايير قصد ملايين يعني ملايير السنين وتبني حضارات؟ يعني السؤال واضح أخويا قيصر؟ يعني يقصد أنه ذكاء الإنسان كيف تطور؟ نعم، يعني هل يقصد يريد يربطها بالقرود، هل القرود أيضا راح تصبح ذكية مثل الإنسان بعد مرور وقت طويل بعد ملايين السنين يعني، وتستطيع تبني حضارات؟ أنا أعتقد أنه هذا التصور، يعني أولا إذا تسأل أنه ذكاء الإنسان كيف، هل هو عملية تطور بيولوجي؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد هو عملية تطور بيولوجي، فقط أنه لكل كائن حي هنالك ميزة معينة تساعده على البقاء والاستمرار، وهدف عملية التطور هي طبعا هي ليست هادفة وإنما موجهة بالانتخاب الطبيعي كما نعرف، تقوم بانتخاب الصفة الجيدة لكائن معين التي تساعده على البقاء. فتشوف أنه عند الكائنات الحية المختلفة هناك صفات معينة هي اللي ساعدتهم على البقاء. يعني أنا عندي سلسلة على قناة الأخ رياض شرحت في هذا الموضوع بالتفصيل، لكن عموما أنه شوف أن الغزال أو مثلا الفهد السرعة هي الصفة التي تساعده على البقاء، ربما الغزال السمع، هذا مثال تقليدي أضربه، لكن الإنسان الذكاء هو الصفة اللي التطور نماها عنده حتى يقدر يسيطر. ما الذي دفع التطور خطوات إلى الأمام أنه صار الإنسان، عفوا، ما الذي دفع الذكاء تطوريا عند الإنسان ليكون بهذه الدرجة المتقدمة؟ أنا حسب ما مطلع أنه عدة عوامل، من ضمنها أنه توجه عين الإنسان إلى الأمام، كل الحيوانات المفترسة باعتبار أن احنا جايين ككائنات من أسلاف مفترسة، التوجه إلى الأمام وليس إلى الجانبين كما عند الحيوانات الفريسة التي تحاول أن تترصد لترى الخطر من اليمين والشمال. لا، أنت لما تنظر إلى الأمام يكون أمامك هدف معين تستطيع العمل والاشتغال عليه. وجود الأصابع في اليد وتسخير المواد وتحويرها وصناعتها، هذا لعب دور كبير. وجود اللغة، تطور اللغة عند الإنسان باعتبار أنه أنت تستطيع أن تتفاهم مع الكائنات الأخرى وتبادل المعلومات وأن تورث المعلومات للأجيال التي بعد. طبعا كلام طويل جدا، حاول بس ألخص. هذه من الأشياء، النقاط اللي يشيرها العلماء بشكل أساسي. لكن أن القرد ممكن بعد مليارات ملايين السنين أو كذا، لا، الموضوع مو بهالطريقة هذه. إحنا نعرف أن إحنا لما تطور وصلنا، يعني، هل القرد ممكن يتطور مثل البشر بعد ملايين السنين؟ ما اعتقد، لان اعتقد انه حسب مفهوم التطور انه هي قضيه انه كانما انت تسير في طريق معين ويحصل مفترق طرق، انت تذهب، القرد ذهب ليعيش مثلا في بيئه، بقى يعيش في بيئه معينه يحتاج فيها فد صفات بيولوجيه معينه تساعده على البقاء، والانسان اختط له طريق اخر، منحنى اخر، اسلوب حياه اخر على مدى مئات الاف السنين لكي يصل الى هذه المرحله التي هي. فالقضيه قضيه ضغط تطوري، يعني ضغط البيئه والطبيعه على الكائن لكي يبقى وينجو. الكائن، لدينا كائنات عمرها 25 مليون سنه نجدها المتحجر، يعني الفاسلس موجوده تحت ايدينا هي نفس الشكل لم تتغير، بسبب انه التطور ما عمل ضغط على هذا الكائن، كان يستطيع أن يعيش بدون حاجة إلى تغير معين، فما صار عنده تطور، بقى على، لكن كائنات أخرى تطورت وتغيرت. فهذا يتبع الحاجة، يعني هل السؤال، هل القرد يحتاج لكي ينجو العفو ولا ينقرض أن يتطور بتطور بمستوى ذكاء الإنسان؟ لو كان الجواب نعم،
نظريا سوف يتجه التطور عند القرود بهذا الاتجاه، وهذا طبعا بعيد جدا. الانسان نفسه ممكن ان نحن في حاله تطور مستمر، واكيد بيولوجيا تحدث عندنا تغييرات بمرور الزمن. الى اي مدى ما هي هذا فيها فد اشياء مفصله، بس مثلا دماغ الانسان تغير ما بين قبل كم الف سنه الى اليوم. فهي القضيه كلها قضيه تتعلق بالظروف البيئيه المحيطه او الضغط التطوري. ودائما خلي ندرك انه للتطور البيولوجي ليس له هدف كمالي ابعد، يعني الانسان لا يتصور نفسه انه هو الهدف الكمالي الابعد لكل الكائنات تحاول ان تصل الى مستواه او الى شكله البيولوجي او الوظيفي. ابدا، هي قضيه هو الكائن اصلا ما يعرف نفسه ليش تطور ووصل الى هذه النتيجه، هي بيئته والانتخاب الطبيعي هو اللي خلى عنده هذا الشكل والوظائف اللي يتمتع بها اليوم. فماكو هدف كمالي ابعد. وصراحه انا ما يعني جوابي على هذا السؤال انه رهنا بالبيئه والظروف. شكرا جزيلا، شكرا على هذا التوضيح. طبعا ارحب بالاخوه اخوتنا بالتكست اللي موجودين معانا باليوتيوب. يعني حسب ما اشوف اخونا رياض ترك كم تعليق، ونشكره على كل حال، يعني انه قدر يعمل تعليقات هو بالشغل، فظروفه ما تسمح انه يكون معنا. طبعا اسلم على جميع اللي موجودين معنا، مالك، حنان، ميكي ماوس، اخونا براندي، ناديه، ويكيليكس، بعد اللي اشوفهم قدامي، مستر بلاك، قلنا يعني طبعا نرحب بجميع المعلقين او المشاركين معنا، وطبعا اخونا عمر، واخونا طبعا نوفا بعث لي اسلم عليه وبعث لي كلام جميل، وطلب من براندي يبعث لي، يقول معلش براندي طلب اخير، ممكن توصل تحياتي وحبي لابا الحكم. حبيبي نوفا، احنا حبايب من ايام الجيزه زي ما بيقولوا، تقريبا ظهرنا مع بعض في رمضان الفائت مع اخونا احمد حرقان في الحلقات اللي قدمناها، برامج مختلفه وحلقات مختلفه قدمناها مع بعض، كان يقدمها اخونا ليو الأخ أحمد حرقان. طبعا من هذا المنبر أسلم عليك أخوي نوفا، وعنده سؤال حبيت أسأله لك أخويا، أو عنده تفكر أو فكرة معينة حبيت أسأله لك أخويا ليو. يقول أنا بفكر كثير هل متنا، ويقصد لو متنا واكتشفنا الإله هل سيغفر لنا؟ يعني أنا يعني السؤال مو كثير واضح، ولكن أنت شو فهمت من السؤال أخويا ليو، أو التفكير أو الهاجس اللي عندك؟ أنا إحساسي ممكن يوضح لنا السؤال. أولاً أشكر أنا أيضاً رياض على التعليقات، أشكر كل المشاهدين معنا، نادية، ماوس، وكل الشباب، أنتم رائعون، يريد تنشروا الحلقات، ساندوا القناة إلى آخره. المهم أنا اللي فهمت هو كالعادة فكرة محادثة باسكال أو احتماليات باسكال، وأنه ماذا يا ليث وليو إذا مت وجدت أنه فيه إله. أنا هو بالأساس أخونا نوفا يعني كافر، عارف العد، ولكن لا أعرف السبب هذا السؤال، وإذا كان ممكن يعني وضح لنا السؤال بصورة. نظن أنه هو حابنا نناقش الفكرة. المهم أنا هذه الفكرة اللي ذكرتني، لأنه إحنا كملحدين دائما نلتقي يقولوا لنا هذا الكلام. عفوا قبل ما يضيع التكس، وذكر مرة أخرى اللي يقول هل إذا متنا وجدنا الإله موجود هل سيغفر لنا إننا كفرنا بالأديان؟ رجع مرة أخرى بالتكس كتب هذا الشيء. يا ريت ما في مشكلة.
اي يعني رجع كرر السؤال بإضاف إلى كم كلمة يعني. ممكن تقرأ لنا السؤال؟ ممكن نفهم أفضل. طبعا يعني هو مو سؤال، هو هاجس، لا أعرف، هو يفكر بصوت عالي، هل يفكر عن المتدينين المسلمين؟ يقول هل إذا متنا وجدنا الإله موجود، هل سيغفر لنا إننا كفرنا بالأديان؟ يعني أنا يمكن هو يحكي عن هاجس المسلمين أو المؤمنين يعني. المهم هو على كل المؤمن إذا كان له هذا الهاجس حد ذاته، الهاجس هذا لن يتركه، لأنه ممكن أن إله المسيحيين هو اللي حق، ممكن أن إله البوذيين هو اللي حق، ممكن أن إله المجوسيين هو اللي حق، ممكن إله البهائيين هو اللي حق، ممكن إلى آخره 4000 أديان ولكم كل الباقي. في الحقيقة المؤمن يؤمن بإله واحد ويكفر أو يلحد بأكثر من 3000 إله. ماذا يعمل بهذا الفكر أنه الإله إذا غفر لي كذا أو كذا أو كذا؟ هو في الحقيقة أخذ الفرق بين المؤمن وبين الملحد، هو أن الملحد على الأقل يأخذ نظرة محايدة لكل الأديان، ويشغل الهبة الوحيدة الذي أعطته له الطبيعة أو أي إله من هذه الآلهة، وهو فكره وتفكيره. في الحقيقة إذا فكرنا، أخذنا مسلم مثلا وأخذنا ملحد وأخذنا بوذا، فبوذا سيفضل الذي ترك الإسلام وترك الضلال وحاول أن يبحث عن الحق بين قوسين عن المسلم المتعجرف الذي بقي في دينه. أوكي، أغيرها للمؤمن حتى يفهمها، المسلم حتى يفهمها. تخيل أنك أنت مسلم، ضع نفسك في مكان الإله، وتخيل أن الإنسان ألحد من المسيحية مثلا وحاول أن يبحث عن الحق، فأنت فرحان به، تقول آه ممكن يكتشف أن الإسلام هو الحقيقة، أو الإله سيكون غفورا رحيما لأنه رأى أن هذا الشخص حاول أن يعرف الحق، ما كفاه الوقت فقط. كن تخيل نفسك مسيحي ورأيت أن الناس تركوا دين الإسلام أفواجا، فأنت سعيد مثل ما نراهم في القنوات، سعيدون جدا، يقول لك تركوا الضلال، ممكن أن الإله يهديهم، حواصل البحث، أنت في المنطقة الرمادية وكل هذه الخرافات، وتعالى عندنا في المسيحية. كل مؤمن في حد ذاته يضع نفسه في مكان إلهه ويفرح لما الآخر يترك دينه. لماذا يا ترى؟ لماذا؟ إذن الملحد في الحقيقة هو يفوز في كل الأديان بين قوسين، لأنه يكون عنده نرجسية. أشوفها أنا نرجسية بامتياز، لكن أنا أخذ هذه النرجسية وأستعملها كأرجومنت يظهر لهم ماذا سخافة فكرة أنه لما أكون مؤمن بإلهي عندي فرصة أفضل منك. في الحقيقة لا، في الحقيقة الملحد عنده 3499 ألف فرصة، ومعك عنده فقط فرصة واحدة، فرصة واحدة ممكن يخسر فيها ولا يربح مع الإله. أنه الملحد في الحقيقة يضاعف إمكانياته في الفوز أكثر من المؤمن بالفكر هذا الخرافي والغبي جدا في مباينة ومفارقة باسكال. هذا هو رأيي في الموضوع عزيزي. شكرا جزيلا صديقي. طبعا أنا عندي هسه سؤال لاثنيناتكم، أبدي بأخويا قيصر. السؤال إذا تركز أخويا اليوم بعد ما يخلص أخويا قيصر تجاوب أنت أيضا على هذا السؤال، وهو أنه لماذا التمسك بهذا الإله على الرغم من المآسي اللي نشوفها يوميا وعلى مر العصور؟ يعني من أيام اللي آمنوا جميع البشر، يعني جميع الأديان آمنوا البشر، نشوف أوامر ومآسي تجينا من وراء هذا الإله، لماذا يبقون متمسكين بهذا الإله إلى يومنا هذا؟ تفضل أخويا قيصر. عزيزي أبو الحكم، هو دائما المشكلة أنا أشوفها أنه الأديان صراحة لو تم نقاشها نقاش عقلي ومنطقي، فكرة أي دين سوف تنهار، لكن الأديان لديها تكتيكات حماية ودفاع، من ضمنها هو إطار القداسة، أنه أنت لا تتقرب من هذه الفكرة ولا تناقشها بسبب الكلام الذي ذكره أخي ليو قبل قليل،
الموضوع الكلام اللي حكيناه بداية الحلقة، أن هنالك حاجة أولا، هنالك خوف، وهنالك طمع في ثواب الآخرة. فأنت هذه الأشياء كلها ممكن تفقدها إذا أنت أسأت فهم هذا الكيان العظيم المجهول الغامض الذي هو ما وراء المادة، ما وراء الطبيعة إلى آخره. لذلك هو طبعا غموض هذه الفكرة هو من أول الأسلحة التي يستخدمها الدين للبقاء، هو غموض أفكاره حول وجود نفس هذا الآله. بعدين أنت لما تجي تريد تناقش هذا الآله نفسه، أو تناقش الدين ومحور هذا الدين، أيضا هنالك هالة القدسية موجودة. مثلا تعرف أنت قضية القرآن، كيف أنه أنا اليوم لما أقرأ القرآن وأنت لما تقرأ القرآن، يقرأه المؤمن بطريقة مختلفة تماما، ويرى الجمال ويرى البلاغة والروعة والبعد الفكري والبعد إلى آخره، والأشياء كلها نحن نراها موجودة. ماذا بسبب هذا؟ بسبب الموقف النفسي الذي نحن نتخذه تجاه عندما نفكر في قضية الأديان. فهذا يقودنا إلى مشكلة، ما هي؟ أنه دائما يحاول المتدين أنه يقول لك أنه الدين هو صح، فكري أنا الفكر الديني هو نفسه صح، ليس هنالك أديان سيئة، هنالك متدينين سيئين. فنحن فاهمين هذا الدين بطريقة خطأ. وأنت تعرف أن كل الأديان فيها مشكلة تعدد التفسيرات، هنالك نسخ مختلفة تجد للكتاب نفسه، هنالك تفسيرات مختلفة، وهنالك طبعا تسخير لهذا الدين، تسخير هنالك سياسي مجتمعي حسب المنطقة المكان الدولة الظروف، يجعل استخدام هذا الدين بشكل سيء بعض الأحيان. تجد الدين عند الطيبين مطبق بشكل جميل وشيء إيجابي في المجتمع، وعند السيئين هو وأداة للقمع والقسر والديكتاتورية والتخلف والتأخر. فهذه هي غموض فكرة الدين بحد ذاتها، تعطي مجال أنه دائما يضع المتدين احتمال أنه هو فاهم هذا الدين خطأ، فاهم هذا الإله خطأ. وكل ما تحدث جرائم باسم هذا الدين مثل ما تفضلت ست حضرتك، هنالك المرتزقة كهنوت الدين من يعتاشون على التجميل ومحاولة إبعاد هذه الجرائم عن أساس ولب الدين. طبعا رغم أننا نعرف أن نشوف التناقضات، أن هنالك نصوص واضحة، لكن حتى هذه النصوص الواضحة عندما يراها أمامه، قاتلوا الذين كفروا اقتلوهم أينما ثقفتموهم إلى آخره، يقول لك أي هاي مربوطة في فترة زمنية معينة، روح اقرأ أسباب النزول، تقرأ أسباب النزول لا تجد شيء يسعفك، فتدخل في حلقة مفرغة معه. هو بسبب النقطة اللي أثرناها في البداية، أنه بحاجة إلى هذا الدين، بحاجة إلى هذا الدافع الروحي، بحاجة إلى صمام الأمان في هذا الكون العشوائي، وأن هنالك من سيأخذ حقه، من يحقق العدالة، وإلا أنه راح يحس نفسه عايش في ضياع وليس له مأوى أخير يلتجئ له عندما يحتاج. فيحاول أن يحافظ على فكرة التدين الديني، لكن في التطبيق العملي الدين ينتج له مشاكل، صعوبات، مآسي، تأخر في المجتمع إلى آخره. هو يحاول شنو؟ يحاول أن يعمل عملية فصل تام ما بين النتائج التي يؤدي لها تطبيق الدين وما بين من يجعل ربط ما بين الدين نفسه والنتائج التي وصل لها المجتمع، يحاول أن يعزو مشاكله إلى أسباب أخرى. ونحن نعرف اليوم دائما التفكير السائد نظرية المؤامرة، هي طبعا قد تصح وقد تخطئ بعض الأحيان، هنالك صحيح دوافع سياسية وراء مشاكل كبيرة في الشرق الأوسط، لا ننكر مثلا دور أمريكا أو دور المخابرات الدول الكبرى التي تتصارع في هذه المنطقة وتقوم بأشياء سيئة، ومع ذلك وإن صح هذا الكلام، فأنت أيضا يا أخي ادرك أن هنالك سلاح ممكن أن يستغل ضدك يؤذيك، وهو وجود هذا الدين، وجود هذه النصوص المقدسة الملغومة التي ممكن استخدامها من قبل فئات معينة، وإن كانت بدوافع سياسية خارجية أو داخلية، لكي تقتل وتدمر وتخرب بلدك. فهذا لوحده، حتى وإن كان الدين في حقيقة مثل ما تقول أنت مو هذا الهدف الأساسي للآله، لكن هنالك سوء استخدام لهذه النصوص من قبل مخابرات الدول كذا، لكن مع ذلك هو أصبح وسيلة مباشرة اليوم لخراب بلداننا. نرى اليوم العراق كيف، وسوريا كيف، والصومال كيف، وباقي دول المنطقة ما تعاني. ففي الحالتين أنت تعاني من مشكلة كبيرة،
وجود الدين، وجود النصوص المقدسة التي تدعو إلى العنف والإجرام هي مشكلة كبيرة في حياتك، لماذا تغض النظر؟ يغض النظر لأنه بحاجة إلى هذا. هذا تعليقي، طبعا ممكن يقال كثير لكن ما أحب أطول، هذا تعليقي على السؤال. شكرا قيصر. يعني هو المشكلة مثل ما أنت قلت، يعني لما يصير خطأ معين يرمون الغلط على البشر، يقول لك البشر ما عرف يطبق الدين. يعني كيف يعني البشر ما عرف يطبق الدين؟ ما الآيات واضحة جدا مثلا بالقرآن اللي تدعو لقتل المخالف، يعني قاتل المشركين كافة خلاص، يعني هاي شيء الإسلام صالح لكل زمان مكان مثلا، خلاص هذا ما تقدر تشيله بعد، لازم تطبقه طول حياتك. يعني ويجي يقول لك القاعدة وداعش مخلوقين من أمريكا، هو ممكن يكون إلى دخل أمريكا، ولكن أمريكا إلى ما يلقي التخلف موجود أصلا بشعوبنا ويستغل هذه النعرات الطائفية والدينية، ما كان يقدر يدخل علينا. ليش ما يقدر يسوي هالحروب باسم الدين مثلا مع اليهود أو المسيحيين؟ لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء، لأنه حقيقة اليهود اكتفوا بما صار ويعتبروا في زمانهم فقط، ولا يشمل بقية البشرية. والمسيحية واضحة أنه تدعو إلى السلم، احنا ما نعرف، قلنا يعني المسيح لو باقي أكثر ومتسلط أكثر كيف راح يتصرف، ما كنا نعرف، ولكن في حياته هو كان يدعو إلى السلم. فأنت ما تقدر تحشي له شغلات داخل الإنجيل وتقول له روح اقتل المخالف. هو استند، الأمريكيين استندوا على شيء موجود بدينك وقدروا يطوعوك للأفكار اللي ماشي عليه. يعني المشكلة عندك أنت، مو المشكلة بدينك موجود، المشكلة ما موجود بالاستعمار. ولا يقول لي بعض الإخوة يقول لك داعش لا تطبق الإسلام، كيف لا تطبق الإسلام؟ هي ما يجيبون نصوص قبل ما يحكمون على الشخص، يقول له ابن تيمية قال هذا، الآية قالت هكذا، الحديث الرسول قال هكذا، يعني هو أساسا من الدين. إيش معنى يعني بس الإسلام هو اللي أساس المصايب والمشاكل بالمجتمعات كلها حاليا بكل الكرة الأرضية، المشاكل جاية فقط من الإسلام. ليش؟ لأنه موجود هذا الشيء بالدين، وهذا الشيء اللي يسمح له أنه يسوي هذا الشيء، وعنده مستند على حقائق من الكتاب والسنة مثل ما يقول. حبيت نفس السؤال إذا تذكر أخويا ليو تجاوب عنه. يا ريت تذكرني بالسؤال حبيبي. أوكي، راح السؤال يعني ليش لماذا يعني نتمسك بالإله على الرغم من المآسي اللي جاي نشوفها من الأديان وخصوصا الدين الإسلامي حاليا؟ يعني نشوف كل المآسي ونكتشف كذب الدين الإسلامي أو بقية الأديان أيضا، كل اليهودي والمسيحي أو بقية الأديان اللي يكتشفون طبعا اللي يكتشفون. إحنا ما لنا علاقة بالديانات السلمية، لأن الديانات السلمية هي تتعبد، ما دام ما مأذية الآخرين خليه يتعبد، إحنا نحاول نوعي، ولكن إذا أفعل. لكن يتمسكون المسلمين خصوصا يتمسكين بالدين، جاي يشوفون المآسي اللي جاي نشوفها من الدين ويتمسكون بالإله ويتمسكون بالدين. ممكن تعطيني دقيقة عزيزي؟ أي تفضل، ماك مشكلة. أوكي، إذن راح نشوف نقطة أخرى. أعتقد شو اسمه باعت لي سؤال أخويا براندي، مشكورا متعبين ويانا هو والأخ براندي والأخ. أنا أعطيك أولا أنا قبل ما أتكلم على فكرة الأديان المضرة،
أو أشرار أو شر الديانة في حد ذاتها، سواء تكلمنا عن الإسلام حاليا مع كل الموجات الانتحارية وكل المشاكل، أو تكلمنا عن مشكلة اليهودية ونصوصها العدوانية والعنصرية في الحقيقة، أو المسيحية بطريقة أخرى في تعصباتها، هي في الحقيقة في أصلا وهم الإله ووهم الشر ومعضلة الشر مع فكرة الإله. الموضوع هو أنه الإله هذا، سواء كنا سلميين أم لا، نؤمن أنه باستطاعته الخير والشر، وأن كل مقدوره، كل ما يقرر في هذه الحياة يمكن أنه يضر الناس، ينفع الناس، يقتل الجنين، يحيي الموتى، أو يعذب الناس إلى آخره. معضلة الشر في حد ذاتها في منطقة الإله مكمونة. إذن قبل أن نتكلم عن مشاكل الإله في الإله الإسلامي اللي يأمر بالقتل، بالجهاد، بالسبي، بالعذاب، ممكن نتكلم عن هذا الإله الذي يترك أكثر من 800 مليون إنسان في المجاعة. ممكن نتكلم عن هذا الإله الذي يترك جنين يولد في 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 صغره يولد معوق أو يتعذب كل حياته بالعمى. هذه كلها داخلة في فكرة وهم الإله. لما تقبل بفكرة الإله، سواء كنت سلميا أم لا، أن إلهك يدعو بالمحبة، أن كذا، إمكانية أن هذا الإله والعوامل الطبيعية أخوي اللي تقتل آلاف البشر. تمام. والأوبئة والأمراض والحروب الفتاكة، هذه كلها تدخل في معضلة شر الإله. إذا قبل أن نتكلم عن شر الديانات، ممكن نتكلم عن شر الإله في حد ذاته، وشر فكرة ووهم فكرة الإله. الآن لما نتكلم عن الديانات بخصوصها، هي في الحقيقة الديانات في حد ذاتها لما تسجن الأطفال، مثلا الطفل يولد ويولد في ديانة معينة ويلقن هذه الديانة، سواء كانت ديانة سلام أو لا، ما فيها مشكل مع المجتمعات أو لا تضر أي شخص، هي أصلا اغتصاب لهذا الطفولة. قبل أن نتكلم عن شرها الاجتماعي، هي اغتصاب لحرية الفكر في حد ذاته وارتباطها مع المجتمع الباقي. أيضا هي عامل تفرقة، لأنه حتى وإن كان في ديانة معينة يقبل الديانات الأخرى، هو مفرق عنه. أنت بوذي وأنا هندوسي، مسيحي وأنا يهودي، إلى آخر من التفريقات. هي أصلاً تعمل تفريقات بين البشر، وهم في الحقيقة فقط متساويين ومتكافئين في الحقوق وفي الواجبات، مهما كانت الديانة. هذا الثالث شر بالنسبة لي للديانات. ورابع شر هو فكرة أنه الدنيا زائلة، بأنه فيه عالم آخر، فيه إله آخر، فيه عواقب أخرى، تجعل الإنسان لا يهتم ولا يكثرث أصلا بالحياة الحقيقية إلا بغرائزه البسيطة والواضحة. لأنه لما تكون إنسان لا تؤمن بهذه الخرافات ولا بهذا الإله، تظن أنه مهم لك أن تترك عالم أفضل لابنك وللأجيال القادمة. إذن مهم أن نذكر هذه الأمور بالنسبة لشر الأديان. أما بالنسبة للإسلام، فمشاكله وشروره ملايير وقناطير مقنطرة. صعوبة قبول الآخر، قتل الكفار، الحرمان والكبت في كل النواحي في كل الميادين، قتل القناعات الشخصية، الفن. الإسلام فيروس في الحقيقة، فيروس ينشأ منذ الولادة وينتشر في المجتمع جيل بعد جيل وحالة بعد حالة. إذن حالة الإسلام واضحة وجلية للكل. يجب أن تشاهد فقط عدد الانتحارات وعدد الحروب الموجودة في العالم حاليا بسبب هذا الدين، وترى ماذا يعمل دين محمد وماذا يعمل دين Religion of Peace. فيه ويب سايت اسمه Religion of Peace، ممكن إنسان يشاهده ويرى في كل يوم عدد الانتحاريين وعدد الموتى بسبب هذا الدين. شكرا أخويا ليو على هذا التوضيح. طبعا الحكم، قبل تدخل بنقطة أخرى، بس نقطة حبيت أحكي بيها، أنه فيما يخص الأخرياض، أنا بالنسبة لي أشوف أنه من أكثر
يعني من أكثر الشخصيات اللي تبين أنه هنالك فعلا لهذا يعني الفكر أو التوجه التنويري، هو فكر حر، حر بمعنى الكلمة، أنه أنت ما مقيد ب يعني ما مقيد ب بقوالب فكرية مسبقة، ما مقيد بحالات موروثة مثلا، أنه أنت تتبع الدليل، تتبع فكرك واطلاعك وكل المعطيات التي تدخل إلى وعيك وتغذيه حتى تطلع بنتيجة جديدة كل يوم. فأنا من أصدقائي اللي اعتز بهم جدا هو رياض، وتابعت يعني بين فترة وفترة أنه هو فترة يجد نفسه أنه هو ملحد صرف، فترة ممكن يجد نفسه ربوبي، ربما بعدين لا أدري، ربما أنا نفسي أتغير في حال أحد. هذا إن دل على شيء يعني، وهذه رسالة موجهة لكل الأخوة والشباب المتنورين، أنه أنت لا تعتد بموقفك أو في شيء معين. أنت اليوم، أنا اليوم عندما أتحدث هذا الكلام وأعبر عن ما توصل له مخي لحد الآن، عقلي لحد الآن، اتجاه قضية معينة، وجهة نظر لقضية معينة، لكن مستقبلا عندما تتغير معلوماتي، يتغير إدراكي ووعي خصوص هذه القضية، قد أغير موقفي، وهذا شيء جميل ورائع، وهذا شيء يثريني. يعني أنا اليوم في موقف أدافع به أو عن فكرة معينة، سوف أجمع عنها معلومات، سوف أبحث فيها، أتعمق فيها، أوصل إلى خلاصة ولبة هذه القضية، ثم قد أجدها مقنعة أو غير مقنعة، وأنتقل إلى أخرى، لكنني اكتسبت الكثير الكثير في هذه المرحلة. فقبل شوية لما علقنا على أخوي رياض، اللي هو تغير بين لحظة ولحظة موقفه من خلال هذا الطيف في اللادينية، من ملحد إلى ربوبي إلى ربما لا أدري إلى ملحد صرف إلى آخره، هذا شيء جيد وإيجابي. لكن ربما إحنا عبرنا شوية، أنا شفت على التكس الشباب رجعوا كتبوا الكلمة اللي قلتها أنا، فبس حتى لا تفهم خطأ، أنا كل احترام وتقدير للأخ رياض، وهو علم، علم من أعلام التنوير. طبعا من هاي المنبر ايضا ان نسلم على اخونا رياض. طبعا رياض انا كنت اتمنى يكون معنا بالحلقه، هو موسوعه صراحه، هو موسوعه بالاخبار العلميه وعنده اطلاع على كثير من الامور، فاحنا من باب المزح نقول هذا الشيء اذا نقوله، ولكن هو بصوره عامه فكره انه تصير لا دينيه او بعدين لا ادري او ملحد او تتنقل بينهم، يبقى اهون الشر يعني، مثل ما يقول اهم شيء انه واحد يكون بعيد عن الاديان، هو هذا الاساس لكل الموضوع. ولكن بصوره عامه الشخص اللاديني أنا أشوف أنه في يوم من الأيام ممكن يرجع يكون دين خاص به هو، يعني معتقدات يعتقد أنه الإله يطلبه منه بديهيا أنه يعمله، على اعتبار كل إنسان ممكن يكون نبي مثلا أو مبعث، لأنه فكرة اللادينية هي قريبة من الأديان صراحة، ولكن تبقى أهون الشرور مثل ما يقول شرور الأديان وأوامر الأديان، هذا أهم شيء. تقريبا إحنا يعني صرنا على نهاية الحلقة، لكن ما أحب أترك أسئلة الأصدقاء أهملها. راح في سؤال كيمو باعث نسرين مشكورة، باعث الأسئلة الأخ كيمو يقول رجاءً أنا حابب تناقش أدلة عدم وجود الإله مش تاريخ وشكراً. طبعاً هذا أدلة عدم وجود الإله يراد لحلقة أخرى نقدر نتوسع لها، إحنا تقريباً صرنا في نهاية الحلقة، وأنا متأسف أخ كيمو لما من بداية الحلقة ذاكر هذا الشيء، كان ممكن ندخل بتفاصيل هالشيء. أدلة عدم وجود الإله كثيرة جداً ومعروفة جدا وحكينا فيها حلقات، ولا بأس أنه من الإعادة في حلقة أخرى ممكن يعملها الأخ جان، أنه نتطرق الدلائل العملية والعلمية على عدم وجود الإله، أو المنطقية أيضا نقدر نتطرق لها في حلقة أخرى. الأخ ميكي ماوس بعد سؤال يقول عندي سؤال أتمنى يوصل للأخوة، قرأت من موقع أجنبي أن محمد شخصية مزيفة
ولم يكن له وجود في التاريخ. ما حقيقة هذا الكلام؟ طبعا نشكرك على هذا السؤال أخونا ميكي ماوس. أيضا ميش من الحلقة سواء كانت شخصية محمد مزيفة أو غير حقيقية، المهم صارت البلاوي من وراء. أنا ما عزيز من كثير. جميل أنه ميكي ماوس يسأل هل محمد موجود حقيقة. ميكي ماوس محمد أنت فاكر الرابط. يعني إحنا ممكن نتطرق لهذا الموضوع أيضا في وقت آخر. طبعا آخر سؤال راح أشوفه مبعوث لي من أخويا براندي ويكيليكس، يقول لو كان هناك إله ألم يكن الأولى بي أن يكون واضح في ديني وتعليمي للبشر على الأقل وجود رسالة واضحة غير قابلة للشك؟ لماذا الغموض والتشفير في رسائل هذا الإله؟ الرجاء إيصال السؤال. طبعا إذا يعني أحدكم تطوعا إذا يحب بصورة مختصرة وسريعة يجاوبنا، لأنه عندي السؤال وبعدين نختم الحلقة، لأن احنا متعودين انه ساعة ونص فقط بالحلقة. إذا أحد بكم يعني فكر بالسؤال وحابب يجاوبه يعني بصورة مختصرة أكون ممنون. ممكن أنا يعني أعطي فكرة هيك بسيطة، أنه أنا ربما يعني تكلمنا احنا في هذا الكلام كثيرا وكانت عندنا نقاشات كثيرة، أنه احنا أكيد عندنا مآخذ كثير، أنه هو الرب ربما كان الأولى بأن يستخدم طريقة تليق. إذا كان هذا تصور الإنسان المتدين عن الرب هو تصور صحيح، وإذا إحنا كنا اليوم قدرنا نوصل إلى حدود هذا الكون، لحد الآن أنا قبل كم يوم شفت خارطة جميلة للكون استطاعوا الباحثين أن يرسموها، فهذا العظمة وهذا الكبيرة، كيف ممكن أن يستخدم طريقة بدائية بسيطة مثل هذه، أنه يرسل يقول أن أنا مبعث من الرب ويبعث لنا كتاب بهذه المشاكل واللخبطة والأخطاء اللغوية والعلمية وغيرها؟ يعرفوا أن البشر هذول الأنبياء ممكن أن يكذبوهم، لأن هنالك مشكلة أن البشر دائما يحاول أن يستفيد من أن يكون له مكانة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية بين أهل قومه. فربما النبي هذا أول تصور راح يخطر في بالي إذا واحد قال أنا النبي، أنه هو الذي حصل له فد منفعة، وإن لم تكن منفعة مادية فمنفعة معنوية. فهي صراحة فكرة جدا غبية. منفعة جنسية أكيد، وهي طبعا هي من متع المادية هذه. الحمادة استفدت واحد من الجنس من وراء شغلة الدين يعني. أي يعني صراحة السؤال جدي جدا وراقي، لأن الإنسان الله لما خلق كان وفق تصور المتدين الله خلق الإنسان بهذا العقل الراقي، كان ترك هو الحكم عقله شنو الصح والخطأ. كان ممكن أن يضمن مثلا، أنا أقول مرات أنه بالحمض النووي مثلا حزمة جينات معينة تضمن معلومات عن الإله، مثل ما يقول أنه هو بالفطرة ما يحتاج أن يرسل لنا أنبياء يعلمون الآله الشيء اللي من عندنا، ما هي ماهية هذا الآله، ما هي صفاته، أي موجود إلى آخره. فهي فعلا هي الفكرة نفسها، يعني فكرة الأديان وفكرة الأنبياء والكتب المقدسة وكهنة الدين هي فكرة جدا غبية وجدا بدائية، وهي لا تتناسب مع مفهوم الآله نفسه العظيم الذي يروج له المتدينين. الأخ الويكيليكس الكلام اللي قاله طالما أنا قلت، يعني دائما أقول إنه ليش بيظهر بوضوح هذا الإله بوضوح جدا ويقول أنا الإله وقد اخترت فلان ويترك لنا فد أثر واضح إنه هو ذا الإله موجود، فقط نسمع عن أشخاص يدعون اتصالهم بهذا الإله سواء عن كلام مباشر أو عن طريق وحي، ولكن ما عندهم أي دليل على هذا الشيء، فقط كلام. يعني هذا الإله ليش خلق هاي الأديان المختلفة وصاروا يصارعون يقتلوا بعض حتى يوصلوا إلى المراد اللي هم يردوه، وكلها ينسبونها إلى إله؟ هذا يثبت لنا التخبط اللي موجود بالأديان، ولا يمكن أن تكون حقيقة، لأن حتى لو الإله وجد الإله مستحيل
يعني اذا وجد، احنا نعرف انه غير موجود، فمستحيل يقبل هذا التخبط يصير والبشر يقتلوا بعضهم باسمه، يعني كان لازم يظهر بوضوح. السؤال الاخير الاخويا ليو، حبيت اسالك اياه، انه متى يعني يكف الناس عن الدعاء للإله، اذا تقدر بصوره مختصره حتى لانه تجاوزنا الوقت. تقدر تقول لي متى يعني يقدر يكف الناس عن الدعاء للإله، يعني باعتقادك؟ يعني قصدك الانسان الذي يدعو الإله يحقق له امنيات، هذا الفكره؟ نعم، ليس الدعوه. متى يكف عن الدعاء والتوسل إله ويصحو؟ يعني الإنسان عنده عدة طرق للصحو. بالنسبة للمجتمع بصفة عامة، لما يكون فيه رخاء ولما يكون فيه أسباب العيش الكريم ينسى الإله وينسى طلب الإله، لأنه ينسى الخرافات بصفة عامة ويعمل ويشتغل. هذه بالنسبة للمجتمعات. غالب المجتمعات مثلا دخلت المجتمعات الاسكندنافية والأوروبية، تجد أنه لما يكون فيه سبل العيش الكل لا يفكر في الإله ولا يدعو الإله أصلا، لأنه يعمل لكي يكون له ما يريد. بالنسبة للأمر الشخصي في حد ذاته، الإنسان ممكن أنه ينتهي من الدعوة إلى الإله لما يكتشف أن الدين خرافة، ممكن أصلاً أن يتوقف من دعوة الإله لما تكون عنده حياة ويكون عنده اشتغالات ويكون عنده أهداف في الحياة، ممكن ينتهي من دعوة الإله لما الحياة تكون قاسية له ويكتشف أنه الشر الموجود في هذه الحياة مستحيل أن يمكن أنه يوجد فيه إله. هذه كلها أسباب ومسببات حتى الشخص يدعو، وممكن أنه شخص يدعو كل حياته دعاء واحد، يطلب دعاء واحد ويخذل في كل مرة ويكتشف أنه لا إله، وهذا كلها طبيعة صامتة. أتمنى أنه كل إنسان سخر دينه وخسر ساعات وأيام وسنوات من حياته في سبيل هذه الخرافة يفيق ويكتشف و يستمتع بحياته الحقيقية، لأن الحياة فريدة من نوعها وهي الهدية الوحيدة من الطبيعة. شكرا، شكرا عزيزي ليو. طبعا أنا أتأسف من الأخت أو الأخ وفاء الزايد، الأخت وفاء الزايد، على بعث سؤالين. أنا صرت قلت إنه هذا آخر أسئلة راح أخذها، طبعا أعتذر شديد الاعتذار، لكن في الحلقات القادمة ممكن تعرضين هذا السؤال، ممكن نتطرق له. سؤال أخير الأخوية قيصر، قبل ما نوصل للكلمة الأخيرة لكل من الأعزاء، سؤال أخير، وهو أنه إذا ممكن أيضا بصورة مختصرة، التبعات الخطيرة من وراء وجود هذا الإله. يعني إحنا مو بس ادعاء أنه الإله موجود، إلا تبعات، يعني تبعات خطيرة أيضا وقاتلة. ممكن تتكلم لنا عن هذا الشيء؟ أخي أبو الحكم، هذا يعتمد بشكل جذري على فهم الآله نفسه، آله أم رب، هل هو آله من هذه الآله 4000 أو ما أعرف قديش 4200 عددها إلى آخره، أم هو الرب أو القوة الخفية. أنا اليوم أعيش في دولة 85% من عددها حسب الإحصائيات الرسمية، 15% هم ملحدين صرف، حوالي حدود 60% مؤمنين بقوة خفية ما، وحوالي 15% متدين، وأقصد بها السويد. لكن البلد يعيش في وضع جيد، الوضع الاقتصادي والسياسي وغيره جيد، هم يؤمنون بقوة خفية، الأغلبية تؤمن في قوة خفية ما قابعة وراء هذا الكون، ربما آله أينشتاين أو سبينوزا أو غيره. لكن لو كنت تتحدث عن آله الأديان اللي هو الله أو يهوه أو يسوع أو غيره، هذا اللي فيه إشكالات كبيرة. هذا مشكلته شنو؟ أحاول أختصرها، أنه أنت هنالك منظومة متكاملة تعتقد أنه هنالك آله فوق في الهرم بعث نبي بتعاليم معينة، وأنت تلقيت هذه التعاليم وهي صحيحة أصيلة صادرة من هذا الآله، لذلك عليك تطبيقها بشكل حرفي إذا كنت مؤمن. فهنا الخطورة أين؟ إذا كانت هذه التعليمات هي التعليمات غير صالحة لزمن اليوم، طبعا هي غير صالحة حتى في زمنها، نحن نعرف هذا الشيء، لكنها
يعني هي المجتمعات في ذلك الحين كانت مجتمعات متخلفة، والتصرف السيء في المجتمع السيء يكون عادي، لكن يعني حتى في حينها كانت هي بمعيارنا اليوم هي ليست جيدة. فأنت مشكلتك أنه راح تكون أمام خيارين، يا أما أن تكون شخص، أما تلحد تترك هذه الأديان نهائيا، أو تكون متدين منافق تعرف أن هذه التعاليم صحيحة ومن الرب لكن لا تطبقها، وأما أن تتحول إلى متدين حقيقي بين قوسين متطرف إرهابي داعشي. لأن لا مفر، لا مفر، الخطورة هنا، أما أن تكون منافق أو تكون داعشي. فلا أحد يرضى على نفسه أن يكون منافق لو فكر، فأين سيذهب؟ الخيارات جدا قليلة. لهذا السبب الخطورة، وخطورة الأديان عند الآلهة عندما تتحدث عنه، أنا أحاول أن أفرق طبعا ما بين الآلهة الرب القوة الخفية الذي لا يؤثر أي، لا يلعب أي دور ولا يؤثر أي تأثير في حياتنا اليومية، والإيمان به لن يشكل أي فارق، وليس هنالك، لا أعتقد أن هنالك مشكلة، هذا مشاكل نظرية يعني في كيفية بناء العقل أو غيرها، لكن الخطورة هي في آله الأديان. طبعا كلامك صحيح، واصلا هو عمل المتدينين سواء كانوا قساوسه او الديانه اليهوديه او شيوخ المسلمين، هم انا اسميه عمل من لا عمل له، يعني لانه ما عنده اي عمل، بس يحرك شفايفه، يا ريت بالخير كله بالشر، وخصوصا الاسلام ليرتزق من وراء هذا الشيء، وايضا يدمر الشعوب باسم هذا الدين وهذا الاله. وهذا الشيء يثبت لنا انه اصرار الازهر على عدم تكفير داعش، يعني كل اللي عملوه يسميهم ناس تركوا الطريق الصحيح ولكنهم مؤمنون مسلمون، لم يصفهم بالكفر نهائيا، كل ما عملوه لا يصفهم بالكفر، ويدعون انهم يطبقون اوامر الله. يعني الازهر ايضا متضامن مع داعش والحركات المتطرفه حتى لو كانت بصوره غير مباشره. طبعا اذا تقدر تقول كلمه اخيره ايضا، حتى ايضا اخونا ليو يقول كلمه اخيره، تفضل اخوي قيصر. أو تفضل أخونا تفضل أخونا ليو. أوكي، آسف، الصوت كان مكتوم وأنا أحكي، كان مكتوم تمام. تفضل كلمة ختامية عزيز قيصر، تفضل. نعم، دقيقة بس واحدة، أنه أنا بس تعليقي الأخير أنه فيما يخص الحاجة إلى هذا الآله، أنه أنت، نحن أمام تضارب فلسفتين صراحة، وهي الفلسفة المثالية والفلسفة المادية. جماعة الفلسفة المثالية الذي يعزون أي شيء إلى هذا الآله، طبعا هي عبارة عن فكرة تعود إلى عصور سحيقة لبداية الوعي الإنساني، وبدون أي دليل يحتكرون الدليل. فأنا أقول أما أن الرب قد خلق الوجود فعلا، فبالتالي لا يستطيع العلم أن يجد تسلسل طبيعي منطقي لحدوث الظواهر، يعني فرضية كن فيكون، وهذا ليس واقعيا. فلدينا اليوم، احنا عندنا تفسيرات منطقية لأغلب الظواهر الطبيعية، أو أن يكون هناك تفسيرات منطقية متسلسلة يقدمها العلم، وبالتالي لا نحتاج إلى افتراض المثاليين. هذا الاحتمالات المنطقية، هنا بعض اللاهوتين الجدد يحاولون أن يخرجون من مغالطة إلى مغالطة جديدة وإلى آخره، لكن القضية واضحة أنه أنت يا أما كن فيكون، يا أما تسلسل منطقي لظهور الأحداث. إذا التسلسل المنطقي ثبت أن هناك ظواهر طبيعية نتجت لوجودنا، فإذا فرضية الآله أو فرضية الفلسفة المثالية أنا أراها أنها تسقط. فشكرا جزيلا حبيبي أبو الحكم، شكرا لهذا الحوار واستضافتنا، ونلتقي في حوارات أخرى. أشكرك للحضور والمشاركة أخوي قيصر، واستفدنا كثير من معلوماتك. أخوي ليو، ممكن كلمة أخيرة؟ تمام. وهم الإله للأسف ليس فكرة عادية. فكرة الإله هي فكرة بنت مجتمعات ودمرت مجتمعات، هي فكرة ربطت الأشخاص والأفراد، غيرت الحياة الملايين، زوجت الصغيرات،
أجريت عليها حروب مليونية، حروب بسنوات رهيبة. فكرة الإله ليست فكرة عادية، ليست فكرة مثل فكرة بابا نويل أو وجود الكائنات الفضائية. هي فكرة لها تأثير في مجتمعاتنا، في ثقافاتنا، في أفكارنا، في حياتنا اليومية، في أحبابنا، في عائلتنا، في مستقبل الكوكب هذا في حد ذاته. إذن مهم، لأنه أنا أسمع كثير من الملحدين مثلا أو من الناس اللي تركوا الأديان يقول لك أنا لا شأن لي بهذه الأمور وخلاص نسيت الدين وتركني، لا، أو هذا ضياع للوقت. في الحقيقة فكرة الإله فكرة خطيرة جدا، وعلينا الكل، نحن من أبصرنا وخرجنا من هذه الديانات وشفنا دمار هذه الفكرة في حد ذاتها، أن نتكلم عليها، على أن نفضحها، أن نظهر تفاهتها، وأن ننير أهلنا وأحبابنا. إذن أنا أتمنى من كل المشاهدين ومن كل يسمع، من يسمع هذا الصوت، أنه ينشر هذه الرسالة، أنه يفكر معنا، أنه يشارك معنا، أنه يريد يطلع صوتا معنا، صورة، أن يجهر لمن استطاع إليه سبيلا، أن نتكلم الكل لنسقط هذا الوهم مرة أخيرة. شكرا جزيلا أخويا ليو، شكرا للحضور والمشاركة وإثراء الحلقة بكم المعلومات أيضا. طبعا أخواني المشاهدين، يعني في نهاية الحلقة أنه أرجع أعيد الشكر على أصدقائي ليو وقيصر أنه حضروا معنا وتكلموا بوضوح عن وهم الإله. وكلمة أخيرة أقول لإخواني المشاهدين، مع الاعتذار لجميع اللي معرضت سؤالهم، وأشكرهم بالمشاركة والحوار في التكست، وأشكر طبعا أخويا بدءا بالأخت نسرين وأخويا براندي وأخويا أخويا مستر بلاك للمساعدة في عرض الأسئلة والكنترول على التكست. أتمنى يعني طرقنا إلى بعض المسائل المهمة، وكحلقة الحلقة اللي نتكلم فيها عن عدم وجود الأدلة عن عدم وجود الإله، أكيد راح نعملها بحلقة أخرى، ولما يكون أخويا جان موجود. طبعا انوه انه الاخ جان يوم الاربعاء راح يكون معنا في حلقه لايف كالمعتاد، او ممكن يكون على حلقتين، هو راح يقرر هذا الشيء. اتمنى انه استفادينا جميعا من الحلقه والمعلومات، واقول للجميع، للمسلمين والمسيحيين واليهود وجميع اللي يعتبرون نفسهم أديان، أنتم عايشين في ضلال كبير، أنتم تصرفون بعاطفتكم، لا يعني جنبوا العاطفة وفكروا بالعقل ولو قليلا، وشيلوا القدسية عن الدين، راح تلقوا أكيد أنه أنتم كنتوا عايشين في وهم كبير اسمه وهم الإله ووجود الإله والأديان. أشكر الجميع بالحضور، وأتمنى لكم ليلة سعيدة، وتصبحون على ألف خير. باي باي.